لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. أنا سعيدة إن أنا أوصلكم النهاردة في أكاديمية النبوغ المبكر، وبنتكلم عن موضوع إن شاء الله يكون مهم ليكم، مهم لكل الأبهات والأمهات، فعلا أبهات وأمهات، وكمان أبهات وأمهات الجيل الجديد يلاقوا نفسهم إن هم يكونوا أزواج وأبهات وأمهات. الثقة بالنفس مهمة عندنا إحنا ككبار، بس إحنا لو فكرنا كده جبنا إن إحنا نستدعي كده بالذاكرة، إحنا جاب النفس بتاعتنا إحنا منين؟ اللي واثق من نفسه أو من عدم الثقة بنفسه هو جابها منين؟ هل اتربى عليها؟ هل لقاها كده؟ هل طلع كده عنده ثقة في النفس ولا إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الثقة بالنفس يا جماعة أساسها وركيزتها الأب والأم، البيئة المحيطة بالطفل. الثقة بالنفس من الدعائم الأساسية والركائز الأساسية اللي ليها بنعتمد على كل نجاحاتنا في الحياة. إن وجود الثقة بالنفس في الحياة وفي المجتمع بتأثر كتير جدا، ما بالك عند طفل، ما بالك عند نشأ لسه صغير. والأطفال عندنا هم الركيزة الأساسية في المجتمع، هم دول أساس النبع الأساسية. الطفل ده هيكبر وهيبقى ليه معاه مفاهيم ومعايير ونجاحات وإخفاقات وأشياء كتير، فقد كده هي قد كده هي أساسية. شوف إحنا قبل أي شيء ما بنخش في أي مجتمع أو رحلة تغيير أو لسه عندي الخامة، لسه عندي المادة الأساسية، يعني الطفل ده كأساس، لسه أساس، لسه نفس صغيرة، حسقيها بإيه وازرعها بإيه ونميها بإيه إلا علشان تكون هي قد كده أساسها الصح. والأساس الصح بيجي من التربية الصح. إحنا عارفين إن البرمجة الطفل بتبدأ وإن هو بيبي صغير وإن هو جنين كمان، فقد كده لقيت ان هي من اهم الاشياء اللي احنا ممكن نفتتح بيها اي حاجه شيء، ان انا ابتدي اعزز الثقه في الاطفال بنفسهم. ومع الوقت كمان مع احتكاكي بالمبسوط لقيت ان ابهات وام كتير بيجي يقول لك ايه، انا ابني منعزل، انا ابني ما بيتكلمش مع حد، ملوش اصحاب، بيخاف، منطوي، مش عارفين ليه. الصوت عندكم اخباره ايه يا جماعه؟ الصوت عندكم اخباره ايه؟ طيب الحمد لله. طيب معلش الدعم بعد اذنكم ينزل الناس، بس انا لو هم يعملوا ريفرش مثلا او كده عشان اللي يقدروا يسمعوني، عشان ما نتشتتش في المحاضره ممكن. طيب تمام. طيب معلش اعملوا ريفرش، اعملوا ريفرش لو الدعم ينزل رساله ريفرش مثلا، ان احنا نقفل كل الحاجات اللي عندنا. ايوه كده، الله ينور عليك يا استاذه سلمى. نرجع لمحاضرتنا تاني كده. صوتي واضح عندكم نوعا ما؟ كده صوتي تمام عندكم يا جماعه؟ بس قولي كده تمام عشان نبتدي نشتغل بقى عشان ما نقدرش. عليكم السلام، اهلا اهلا يا استاذنا دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ لما بنبص تلاقي شكاوي كتير من الابهات والامهات ان هو الطفل منعزل، ملوش اصحاب، بيخاف، بيحلم، دايما منطوي، بيسالك اسئله، وانت بتحبني؟ انت مهتم بيا؟ انا شكلي حلو؟ انا لبسي كويس؟ انا بعرف اتكلم؟ كل ده تبتدي تعمل كده ايه في ايه كده يبقى في حاجه غلط، يبقى الطفل عندك فيه مشكله ما، يبقى كده في مشكله عند الطفل، يبقى احنا لازم نبتدي نشوف ليه. طيب لما احنا بقى عارفين ان الطفل ده ممكن انا اتدارك معاه ده كله من البدايات، من هو لسه جنين، ما اقدرش دلوقتي، يبقى انا لازم اعمل شيء من التعزيز للنفس وزرع ثقه بالنفس الاطفال، وده ان شاء الله اللي هنعمله النهارده. زي ما قلنا ان ثقه الطفل بنفسه بتنعكس على كل جوانب حياته الشخصيه والاجتماعيه، وترتبط ان هو ازاي شايف نفسه، حاسس بقيمته من اللي حواليه، شايف نفسه ازاي. وبالتالي الطفل، خلي بالكم من حاجه مهمه جدا، الطفل لو هو حاسس بمكانته وحاسس بنفسه
بيبتدي يتصرف بطريقه ايجابيه، يسمع كلامك، ينجح في مذاكرته، يكون انسان، يكون طفل خلوق، يكون مبدع، بيأهله ان هو يكون انسان متكامل متكامل في حياته، عنده اتزان في حياته. والعكس صحيح، لو هو بص لنفسه نظره سلبيه وشاف نفسه بطريقه سلبيه من كتر ما احنا بنكلمه بطريقه سلبيه، هتبص تلاقي سلوكه ابتدى يبقى فيه اضطراب، ابتدى يبقى فيه هزه نفسيه، مش قادر يتكيف مع البيئه ومع المجتمع المحيطين بيه. تمام. فاصبح بالتالي ان احترام الطفل لنفسه ووصوله الذاتيه لنفسه بتاخد مراحل متعدده، بتيجي نتيجه النمو اللي بتبدا من حب الطفل لنفسه والتقييم ان هو يشوف نفسه هو كويس ولا مش كويس، وايمانه بامكانياته وبقدراته. من غير الثقه دي، من غير ان هو شايف نفسه برؤيه جيده، تبتدي تلاقيه ان هو ما بيحترمش ذاته وما عندوش قدره وما عندوش اي استعداد ان هو يقدر يكتسب مهارات جديده او يعمل اي شيء يخليه يتحرك لقدام. بالعكس، هو محبط، مش عاوز يعمل اي حاجه، مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يعرف حد، مش عاوز يلعب حتى مع الاطفال، ما بيسمعش كلامك مهما تشجعه ان هو مثلا يلعب العاب جديده، يشترك في نشاط جديد، لا هو مش عاوز، هو واخد جنب، هو شايف نفسه بشكل سيء، يعني شايف نفسه بصوره سيئه. فاصبح من الهام جدا ان احنا نبتدي نزرع الثقه في اولادنا وفي اطفالنا. وبالتالي احنا لازم، مهم قوي قبل ما ناخد المرحله دي يا جماعه، ان انا وجدت ان احنا لازم نقسم مراحل الطفوله بتاعتنا، فهنقسمها كذا مرحله عمريه لغايه لما نوصل للجزء اللي هو فيه ينتهي سن الطفوله وتبدا في مرحله المراهقه. وان شاء الله في محاضرات ثانيه نبتدي ناخد الثقه بالنفس عند المراهقين، لان دي موضوع ثاني اكبر من كده. فانا بس عامله النهارده تركيز كامل على الطفل اللي هو من وهو جنين لغايه لما يتم ان شاء الله 12 سنه. اول مرحله دي من الولاده، وناس كتير هتستغرب يقول لك الطفل ده الصغير ده البيبي ده عارف يعني ايه ثقه بالنفس؟ ايوه. النت بس فصل، معلش انا بعتذر لكم. كده الصوت تمام عندكم؟ كده صوتي تمام عندكم يا جماعه؟ تمام. طيب الحمد لله، خلاص. نقول تاني دلوقتي، نبتدي نتكلم ونشوف ان احنا مقسمين تعزيز الثقه عند الاطفال، ان احنا هنقسمها لمراحل. اول حاجه من هو جنين، من اول الولاده تماما، اول يوم في الولاده لغايه 18 شهر. قلت بيجي ذاكرتنا ان الطفل ده متخيلين ان هو مش عارف، مش فاهم يعني ايه ثقه بنفسه، هو صغير كده. هو عارف يعني ايه ثقه بنفسه، بياخدها من الانطباع على وشك، من احساسه بيك. لو ضحك وانت بتضحك له هو شايف ان هو فاهم، بتضحك له بحنيه. لو بتتكلم معاه وتتناقش معاه وتقول له الفاظ ايجابيه وتدلعه وتبوسه وتحضنه، هو شايف قيمته، شايف حاسس بقيمته، ان هو قد كده مهم، ان هو قد كده ليه اهميه في حياتك، ان هو انسان جميل. بيبتدي ياخد الشعور ايجابي من العالم. لو حد كشف وشه هتلاقي الطفل عيط، طب هو بغض النظر هو عارفه ولا مش عارفه، هو بيعيط بيصرخ. لكن طول ما انت بتلعبه بتضحكه بياخد حاجه اسمها المرآة العكسة، بتخسر هو مهم، بتبص لوالدته بيلاقيها بتلعبه بتدلعه بتحضنه بتبص فيه، بتكون حنينة عليه كده وتطبطب عليه، فبيحصل جسر من التواصل. لو ضحكتي هو بيضحك قدامك، لو زعلت تلاقيه هو بس راح مكرمش وشه كده وزعلان. فبيجي في باله ان امي بتحبني، والدي بيحبني، اختي بتحبني، فبيجي شعور بالامان والراحه من البيئه المحيطه بيه. بس هو بيحس، بيحب يشعر يا استاذ محمد بالالفه، بيحب يشعر بالحنين، بيحب يشوف ده على وش الاخرين وعواطفه مش ناضجه مش كامله، ما عندوش لسه الحته دي، هو لسه صغير، هو لسه مش قادر يعني يستوعب. تمام، فهمني. فهو بالتالي بياخد الانعكاس بتاعه منين؟ من المناغاه والملاغاه وضحكك وابتسامك وحنيتك، حتى الغنى، حتى الغنى البسيط اللي احنا بنغنيه للاطفال وتلعب وتدلع وتبوس وانت عارف انه مش هيرد عليك بس بيبتسم لك، صح؟
مجرد ان انت تاخده ساعات كده البيبي خالص الرضيع لما تاخده وتطبع عليه وتهدهله تماما وتمسح على ظهره كده بتلاقيه ايه؟ سكت وهدي. ده شعور بالامان الاطفال بيحسوا، بيحس ان هو في بطن والدته، بيحس بالحنيه وبيحس بالامان. فبالتالي انت لو كنت حنون معاه فده اسمها طريقه المراه العاكسه، يستشعر بالامان معاك. مش ساعات كده يبقى فيه بيبي خالص واول ما حد يخش يروح هو مصرخ، ما جالوش شعور بالامان. يمكن يكون هو مش على وفاق مع اهله، مش ممكن يكون هو من النوع العبوس يعني. فده احنا بنعمل له حساب في الثقه بالنفس، وبالتالي هو اول ما انت بتراعي طفلك في الجزئيه دي بتلاقيه بيتجاوب معاك. طيب مش في بعض الابهات والامهات يقول لك ايه؟ سيبوه يعيط، سيبك منه هو دلوقتي هيسكت، ويروح قافل عليه من الباب. وانا شفت حالات زي كده، هو بيحس بالقهر، بيحس ان هم بيحب حدش بيحبه، حدش مهتم بيه، شايف ان هو يعني سيبوه يتفلق بقى هو هيسكت لوحده. احنا بنتكلم دلوقتي من عمر يوم لعمر 18 شهر ابتدى يبقى عنده وعي يفهم. فابتدى انت لما تسيبه وتتجاهله وتسيبه يعيط وتسيبه يزعل وتسيبه يبكي كتير كتير كتير، ابتدى هنا مرحلة بناء الاحترام بالذات دي بتقع عنده. ابتدى هو مش شايف نفسه قد كده، هو انا قد كده كم مهمل قد كده، انا مش محدش بيحبني عشان يسيبوني عيط كده بالطريقة دي. فحتى الطفل لما تقول له طب خليك تعيط بيعيط زيادة للفت الانتباه حتى ليك، هو انا مش صعبان عليك. فبيكون اسلوبه بيحس نوعا ما انه خلاص ابتدى ياخد كسرة معينة كده، هي مستيطرة، هو لسه مش قادر يستوعب ده كويس بالشكل الجيد يعني. هو مش مستيطرة، ده هو اسلوب بالدفاع عن النفس ان هو يلفت انتباه. مستيطرة، هو عاوز يلفت انتباه. لازم تتعامل مع الاطفال ان هم كائن ذكي جدا جدا فوق ما تتصوروا. ما تستهونوش بان الطفل ممكن يكون هو يعني كم من مهمل تافه. لا، هو قد كده عنده وعي وعنده من الحنكة وعنده من المهارة ان هو يعني يعرف يسيطر عليك. تعال نشوف كده من 18 شهر سنين بالظبط بالظبط، هي مجرد حيلة، مجرد ان هو بيلفت انتباهك. لا هو مش عايز، مش كده وصول، انا هو بيلفت انتباهك وعايز يعني يستدر عاطفك وتجاوبك وتعاطفك معاه. ومعنى كده خلي بالك ان انت مقصر، مش معنى كده انا بقولك استجيب لبكائه، قد ما اشعره باهتمامك بيه، بالاهتمام ان انت مهتم بكيان. تجاهلك لعياطه بيعمل شيء نفسي. فالفتره دي اللي هي من عمر يوم لعمر 18 شهر انت ما عليك ان انت تدلل طفلك تماما يعني، ابتسام والطاقه الايجابيه معاه. تمام. طيب الوسط، انا ما قلتش استجيب اولا، ثواني يا جماعه افهموني شويه. انا دلوقتي ان انت تسيبه، هل من المنطق ان انا اسيب طفل مثلا عنده سنه يبكي لوحده او 6 شهور يبكي لوحده في الغرفه وانا قافل عليه الباب؟ هل ده منطقي؟ عايز اقول لكم ان في ابهات وامهات كتير قوي بيعملوا الحركه دي. ده ايوه، ده ابدا، ده اللي بيخلي الطفل حاسس بالرعب والذعر، فبيبتدي مش للدرجات. الله ينور عليك. ومعنى ان انا كل هو بقى كل لما يعيط اروح جاري اقول شو ايه خير طالما ما فيش حاجه؟ لا، انت بتهدهد عليه، بتطبطب عليه، بتحاول تشوف هو عمله الاول، لقيت ما فيش حاجه بتبتدي تلعبه، بتبتدي تلفت انتباهه لشيء تاني. مش معنى كده بقول لك استجيب له، لا، ابتدي غير تركيزه لشيء تاني، غير التركيز عنده لشيء تاني. فرضا هو بيطلب شيء ضار او شيء مش هو مش فاهم، هو طبعا في مرحله عدم وعي مش فاهم الاشياء خلاص، لكن هو طبيعي ان هو يكون متعلق بيك. احنا مش عايزين نفرط في الدلال ولا نفرط في الاهمال، لازم يبقى عندنا منطقه في الوسط ان انا اغير تركيزه لشيء تاني. بالظبط، انت تحايل عليه، انت الاذكى، انت الاذكى، غير التركيز، غير على شيء تاني. يعني فرض هو عايز مثلا ياخد التليفون بتاعك وابتدى يبكي، هو مش هيعرف كده، هو مش هيعرف يمسك التليفون. انت روح انت مثلا اديله لعبه من بتاعته واعمل نفسك ان انت هتلعب بيها، انت اللي بتلعب بيها، فهتبتدي تلفت انتباهه ان انا الكبيره اهو بلعب بلعبتك، فهتستميله للجزئيه بتاعتك او تجري تقعد في المكان اللي هو المفروض يقعد فيه. انك انتوا لازم تعلموا الاطفال من البدايه ان هم ليهم اماكن خاصه بيهم، وبالتالي هنا ما يبقى في حاجه اسمها نظام،
يعني هو من هو صغير معتاد ان ده المكان بتاعه، ده مكان الاكل بتاعي، ده مكان اللعب بتاعي، ده المكان المخصص ليا. وبالتالي انا ضد تماما ان الاطفال يفضلوا بيتين مع ابهاتهم وامهاتهم في نفس الغرفه، كده دي مشكله كبيره. افترض ان هو يكون له مكانه الخاص وسريره الخاص من اول يوم، من اول يوم، ما فيش حاجه اسمها لغايه سن كام، من اول يوم لازم يكون ليه سرير خاص بيه، لازم يكون ليه سرير خاص بيه حتى ولو في نفس الغرفه. تدريجيا يبتدي يطلع بره الغرفه وهو في سن صغير لا يستعيد فيه ان هو في غرفه لوحده، يعني من 3 اشهر كده يبتدي خلاص اللي هو بيتخش الاكل البديل، وابقى عامل حسابه منظم عدد الرضعات والكلام ده كله والام يعني كده، لان ده بيؤدي تنظيم النوم والاستقلاليه، ما يطلعش انسان اعتمادي مش بخلق شخص اعتمادي انا في البيت. واضحه الجزئيه دي يا جماعه؟ تمام، عشان ننقل على المرحله العمريه الثانيه. المرحله العمريه الثانيه لا ما بيخافش، ما فيش حاجه اسمها بيخاف، انت بتعملي اضاءه خفيفه وبتحطي له الالعاب بتاعته، وانت يعني طالما هو شبعان ونايم والامور مستقره خلاص بينام، وبالتالي انت بتنظمي اليوم بتاعه والنوم بتاعه، تنظيم بيبتدي من اول يوم، هياش العمليه كده عشوائيه خلاص. خلينا نكمل في الجزئيه بتاعت حضرتنا كده عشان دي بره القصه بتاعتنا يا جماعه، هي ليها ارباط بس مش ارتباط في الاستقلاليه، ارتباط في الاعتماد على الذات، يعني ان انا بستقل بيه بعمل له من اول لحظه، دولابك، فرشتك، سريرك، الطبق بتاعك، منطقه الالعاب بتاعتك، حاجتك الخاصه دي استقلاليه. واحنا لسه احنا واحنا ماشيين في محاضرتنا هنشوف اشياء كتير جدا ممكن نكون بنعملها بغير قصد تاذي، واحنا ماشيين كده في محاضرتنا واحده واحده. دلوقتي خلوا بالكم، والابهات بالذات، الابهات والامهات، بس الابهات اكتر، الاب والام يا جماعه بيكونوا قدوه في سن صغير قوي. شايف الاب بيتكلم باحترام لطيف، اخلاقه ظريفه، بيتعامل مع الام بشكل حضاري، والام بتتعامل بشكل فيه هدوء، عشان كده احنا بنقول العصبيه دي ممنوعه طالما في بيت فيه اطفال، لازم تبقوا انتوا فاهمين كده كويس قوي، نراعي قوي تصرفاتنا وافعالنا وطريقه كلامنا والفاظنا ونحط تحت الفاظنا دي 100 خط وخط، نراعي الفاظنا كويس قوي 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 واحنا بنتكلم قدام الولاد. ابتدى يبقى الطفل ليه قدوه بيقلده. لو الاب عامل جو من المرح والحب والعطف والحنان بتبص، لكن ساعات وهو بيجي بيقلد التصرفات ممكن يكون يغلط، فبيبقى بالتالي انت عيب، ما يصحش كخ كده. احنا نقدر نعدل في الفتره دي من السلوك السلبي، لان هو لسه مش عارف، لسه مش فاهم، هو حاسس ان هو المهم بقى ابتدي اوجهه ازاي، ابتدي اوجه ابني ازاي نحو ان ده سلوك سيء. وركزوا معايا في الجزئيه دي عشان قد كده مهمه. احنا نجري اول ما نلاقي الطفل وقع حاجه، ايه ده، ايه اللي انت عملته، تصرخ لا دي صح، تجري تاكلوه، تعرف ده اخص عليك، ايه ده وسخت نفسك كده ليه، ايه اللي انت بتعمله ده، حد ياكل ويوقع كانه بني ادم كبير، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بتعامل معاه كانه كيان كبير مش بيبي، متخيل ان هو فاهم، يقول لك لا 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 هو بيفهم كل حاجه، هو بيفهم كل حاجه، بس طريقه توجيهي انا الخاصه بيه مش صح، اسلوبي مش صح. طب ازاي اوجهه من غير تحسسه ان هو انسان سلبي؟ ايه، لقيته مثلا بيشتم او بيعمل حاجه زي كده، هنقول ايه؟ احنا في البيت ده ما بنسمحش ان حد يتكلم بطريقه وحشه عن حد او يشتم حد، بتعمني، كانك بتحط قانون في البيت، احنا في البيت ده بناكل كلنا مع بعض، احنا في البيت ده بنحب بعض، احنا في البيت ده كلنا بنخاف على بعض، احنا في البيت ده قلبنا على قلب بعض. مش تيجي تقولوا له عيب ما تشتمش اختك، ايه لسانك طويل كده ليه، هلسعك في لسانك، والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها دي، فبتحسسيه انه انسان منبوذ وسيء.
وان انت نوتي وانا هحاسبك وانا هعاقبك وبص في الحيطه وما تكلمهاش كده تاني وتروحي تحتضن الاخ التاني او انت تاخدي منه جنب. وهو مش فاهم هو قال ايه، لكن حس كمان ان هو انسان سيء. لكن انا هوجهه بصفه عامه ان انا بحط قوانين وقواعد في بيت اللي انت بتربي فيه. ليه؟ لان انت ممكن تتلفظ بلفظ يقول لك ما انت قلت زي بابا زي ماما ما قالت، صح؟ يعني انت مثلا متعود مثلا ان انت بتقول لفظ الناس عليه افضل الصلاه والسلام، الله يكرمك يا استاذ عبد الله. فانا متعود ان انا اقول لفظ ما او اسب سباب معين، حتى ولو انا طبعا حتى لو انا بتفرج على ماتش كوره وانفعلت هتبص تلاقيه بيقلدك، لان هو دلوقتي ده عباره عن ايه؟ اسفنجه بيمص منك كل السلوك، فتيجي تروح ضربه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. فتيجي تقوم ضربه هيقول لك طب ما انت بتقول كده زي بابا، هو واخدك قدوه. فانا اعمل ايه؟ اعمل توجيه عام، توجيه عام ان احنا ما عندناش حد في البيت بيشتم، ما عندناش حد في الرب، ما عندناش حد في البيت بياكل لوحده. اعمل توجيه عام ان دي قوانين في بيتي بمشي. ما عندناش حد في البيت بيتريق على حد، بيرمي حد بحاجه، فاحنا نعمل كده اهو. تمام، اتفقنا على الجزئيه دي يا جماعه؟ بالظبط، برافو عليك، الله ينور عليك. ولا انا بجيب الارقام. لازم تفهموا جزئيه مهمه قوي قوي. في سن من سنه ونص لثلاث سنين بيبتدي الطفل عنده عواطف ومشاعر، غضب، حسد، انفعال، غيره. تبص تلاقيه هو ابتدى يبقى سلوكه عدواني شويه، ابتدى اوكي يعلى، العياط يكتر، الصريخ، الكلام ده كله. لكن انت لو انت عملته باحترام، لو انت اديته تقدير ذاتي، لو انت ابتديت تحسسه ان هو ان انت ان هو مهم عندك، ابتديت تحتوي ده، تحتوي الغضب بتاعه ده، وابتديت تديله دعم نفسي ودعم معنوي، هتبتدي تحز، تبتدي تحز من السلوك العدواني بتاعه ده. اتفقنا؟ اوكي، تعالوا بقى نشوف المرحله دي. شوفوا بقى، 3 ل 6 سنين ابتدى الوعي يزيد، وابتدى التفكير يزيد، وابتدى الفهم يزيد، وابتديت ان انا ايه الطفل يكبر شويه. هو دلوقتي العالم بتاعه ابتدى يكبر، ما بقاش فيه بابا وماما بس وخالته وعمته والكلام ده، لا، ابتدى المجتمع يكبر، ابتدى يبقى فيه حضانه، ابتدى يبقى فيه مدرسه، ابتدى يبقى فيه ناس تانية بتخش، صح؟ مهم قوي 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 في المرحله دي ان انا اشتغل على جزئيه معينه. هنا لازم يحس بامان، وان انا جنبه، وان انا ادعمه، وان انا مهارات معينه تخليه يبتدي يحس بقيمته، العد، الرسم، انه يلعب كوره، ان انا ابتدي ايه احسسه ان انت تقدر تعمل حاجه. زي مثلا انت بترمي الكره وهو يجري يروح ضاربها، برافو، تشجعه، يشخبط بالقلم، الله، خلاص. احنا دلوقتي سن الحضانه، لا مش من سنه ونص، لا احنا بنتكلم من 3 ل 6 سنين. انت عليكي دور طول ما هو في البيت عندك انت بتشتغلي معاه. انا عايز اقولك انت طريقه كلامك معاه واسلوبك معاه انت بتربي من يوم، من يوم، مش احنا متفقين من يوم؟ لا مش ظروفه يا جماعه. هو انت احنا ليه بنعتمد على الحضانات؟ احنا بنعتمد على الحضانات للاستقلاليه، وممكن ما دخلوش حضانه خالص وانا اتولى ده في البيت. انا بدخله حضانه ليه؟ بكسر حاجز انه يكون لوحده، ببتدي اعمله سن تاهيل. ده التاهيل انا بالنسبه لي، اصل احنا ما عندناش نظام الحضانات اللي فيها تاهيل للمدرسه. انا بكسر حاجز الكلام ده من 3 سنين، ان انا ابتدي انزله وابديله اقران من 3 سنين. ايوه، انا لازم ااهله المدرسه. هل الحضانات اللي عندي بتأهل للمدرسة؟ الحضانات اللي عندي أنا بتمدرسة؟ هل بتبقى فيها إعداد جيد للطفل؟ ممكن يبقى أنا أو يبقى في بيتي أحسن، يبقى في بيتي أحسن. يعني أنا ممكن يكون عندي من الوعي والكفاءة إن أنا أقدر أأهله، صح ولا لأ؟
مش بالضروره، انا بتكلم في حاله ان انا يعني بيبقى في ناس مغتربين مش هيقدروا يعملوا حاجه زي كده، مش هيقدروا يعملوا حاجه زي كده، نعمل ايه؟ هموت الطفل مثلا، او انا يبقى خلاص انا، طب ايه المشكله؟ يبقى انا اقدر انا في بيتي اعرف اعلمه ازاي، لان انا الاساس. وما وديش ابني في مكان مجرد ما انا عايز اخلص منه واقعد ساعتين براحه، الا اكون متاكد انه هيكون جيد جدا في بناء الطفل وفي تعزيز ثقته في نفسه وكرامته تبقى محفوظه وكيانه يبقى محفوظ. مش مجرد ان انا اقول ايه يبقى يلعب مع العيال، لا يا جماعه دي حاجه خطيره جدا، لانه دلوقتي بياخد كل السلوك اذا كان سلبي او ايجابي من البيئه المحيطه اللي بيه، منهم الاقران في السن ده والمدرسه والكلام ده. يكفيني جدا ان انا هدخله مدرسه وابقى متابع. تمام، وضحت يا جماعه؟ زي ما قلنا احنا نصبر بس ما نستعجلش. طيب ممكن ما نستعجلش، احنا ماشيين مرحله 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 مرحله، لان كل مرحله كل شهر كل شهر يفرق في حياه الطفل، كل شهر كل يوم يفرق في حياه الطفل. ارجوكم ما تستعجلوش، يعني اصبروا عشان تستوعبوا ان كل مرحله قد كده مهمه في ان انا ببني. انتوا عارفين لما اجي ببني عماره مش بحط طوبه طوبه ولا بتسرع انا بسرعه، كل يوم بيفرق مع الطفل، كل يوم بيكتسب كلمه جديده، بيكتسب شيء جديد، صح؟ التلفزيون ليه مهم؟ لان الاعلام من الحاجات المبرمجه. تمام، الاعلام من الحاجات اللي باخد منها البرمجه، بس لازم يحدد ويقنن وايه اللي انا هفرجه عليه، وتكون قاعد الناس بتتخيل ان انا ايه، احط افتح له الكرتون يتفرج وامشي. دي اكبر مصيبه بتحصل، اكبر مصيبه بتحصل ان انا اسيبه للكرتون في العالم الافتراضي اللي هو بيعيشه. دي مأساة، لازم اشاركه. انا قاعد عشان مراقب الالفاظ، افهمه الموقف ده ايه، ما يمكن حاجه بتعلم فضيله او موصل او حاجه شوقيه. لان كمان عايز اقول لكم ان اصبح في حاجات باللهجه اللغه العربيه او بلهجات مش مصريه او لازم افهمه حسب كل بلد، حسب كل بلد. وساع مش هو الاساس، ساعة أو ساعتين بالكتير، مش فاتحة التلفزيون وقت ما يجي هو يعدي يتفرج على أي حاجة هو عاوزها، أغنية، فيلم، مسلسل، ما ينفعش إطلاقا. لازم أنا يكون عندي من الوعي إن أنا أفهم ابني إن أنا هشاركك في التلفزيون ده وتحت رعايتي وتحت رقابتي. اتفقنا؟ ممكن يا جماعة نخلي الأسئلة اللي برا الجزئية اللي بعد المحاضرة بس عشان أبقى مركزة نركز في تتابع. أيا كان أنت لازم تكون معي، أيا كان 3 سنين 6 سنين. أنت زي ما قلت لك طفلك إسفنجة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيمص كل شيء هو بيشوفه قدامه. تمام، هو في مرحلة دلوقتي بيلقط الكلمات، كل كلمة انت بتقولها هو بياخدها. انا عارفة ان موضوع التربية قد كده خطير وقد كده انتم مهتمين تعرفوا اكبر قدر ممكن معلومات، وانا معاكم، انا معاكم، مش حاسبكم غير ما تقولولي خلاص زهقنا، متقلقوش. تمام، بس ارجوكم نخلص محاضرتنا ونفتح باب المناقشة زي ما انتم عايزين عشان ما نشتتش بعضنا عن المدرسة. احنا بنتكلم دلوقتي عن زرع الثقة بالنفس، هنخلص ونبتدي نشوف اي اسئله ليكم تحت امركم. تمام، دلوقتي زي ما قلت لكم كلمه بتحسب عند الطفل، يعني انت مثلا انت بتعلمه الاعتماد على النفس، فبتخليه يلبس، يجي يلبس مثلا مش عارف يزرر الزرايب، تبص بقى انت ما تفهمش، انت غبي، هو انت ما انتش عارف تربط حتى الزرار، انت مش عارف انت بتعمل ايه. لا طبعا ما ينفعش ان اوجهه مثلث الباب المنظر ده، هتخليه بطل يعتمد على نفسه خلاص ويركن للكسل والضحى. تيجي تقول له ايه، انا عارف انه صعب، معلش ممكن تخلي مثلا اخوك يساعدك، او تعالى انا اعلمك ازاي، تعالى كده نتدرب مع بعض ازاي، لكن ان انت ايه، انت ما بتفهمش، انت غبي، انت ايه السلوك ده، ايه اللي انت مش عارف تعمله ده،
ابتدى مع الوقت حاول بقى تخلي حد يساعده لما يتعلم، وبرافو عليك الله، شوف شاطر ازاي لبس لبس لوحده النهارده. لازم تيجي مثلا ايه، هو عاوز يصب العصير لنفسه، تدي له كوبايه صغيره، تدي له كميه صغيره، مفيش حاجه اسمها مش عاوز يتعلم، بالعكس هو قابل للتعلم دلوقتي جدا، مفيش حاجه اسمها طفل مش عاوز يتعلم، بالراحه من تغيري اسلوبك، اعملوا ان انتوا واقفين قدام قدام كانكم قدام مرايه وبتلبسوا قدام بعض، واعملي نفسك مش عارفه، اعملي نفسك مش عارفه تعملي، ما تستسلميش، مفيش حاجه اسمها طفل مش عاوز يتعلم، ممكن يكون اسلوبي انا اللي مخليه مش عاوز يتعلم، اسلوبي جاف حاد في عنف هو ده اللي يخليه مش عاوز يتعلم، لكن مفيش حاجه اسمها مش عاوز يتعلم. خلي بالكم كمان من حاجه مهمه قوي، ان الاطفال في السن ده احنا قلنا عندهم مشاعر صح، تمام، ابتدى يبقى يغير، ابتدى يبص، ابتدى يركز، ده بيعمل ايه، ده بيسوي ايه، الكلام ده كله، فممكن جدا يغير ان طفل مثلا لقى بيرسم رسمه حلوه ومش عارف يرسم، فممكن احنا نعالج الموقف ازاي، لا ده بابا هو اللي رسم معاه، بس انت عارف انت بتركب عجل وبرافو وشاطر، برافو انت متفوق في ركوب العجل، انت بتحذف كوره رائعه، فرضا هو ما بيحبش الرسمه او مش ميوله للرسم مثلا، او فعلا ايوه برافو، ابدا ما اقولوش ايه ما انت غبي ما بتعرفش، وانت لو تقعد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، انت لو بتقعد تسمعني كويس، انت لو بتركز لازم بسرعه تتدارك الموقف ده، الله ينور عليك التعزيز، اتدارك الموقف بسرعه واديله الثقه والثقل في جزء تاني، ما انت بتساعدني في البيت، مين بيعرف يملأ ازايز الماء زيك، ده انت بتسقي الزرع حلو قوي، انت بتاكل الكلب بتاعنا، انت بتنظف سنانك كويس، انت برافو، اروح عامله فوكس على اهتمام تاني، برافو عليكم، ابتديتوا تفهموني وابتديتوا تفهموا الدنيا ماشيه ازاي، الله ينور عليكم. اعالج الموضوع وركز هو كويس في ايه، دي يا جماعه اسمها يعني ايجابي، احنا ككبار بناخدها ان احنا بنغير التركيز، بركز على حاجه تانية، بجزأ الموقف، باخده بشكل تاني، تمام، واضحه الجزئيه دي، واضحه ليكم ولا نعيدها تاني؟ تعالوا بقى نشوف السبت ده يبقى خطير شوية، ابتدت الخطورة هنا تزيد عندي من 6 سنين لتسع سنين وقت الدراسة، ابتدينا بقى نعيش في جو من الدراسة، حصل ان سقط في مادة تعثر شوية، الاهالي ما بتستحملش، انا ابني فاشل، دي بقى بتبتدي مننا المأساة، دي بقى مشكلة ان انا لازم اتعامل مع الموقف، ابني متعثر في مادة بس بقيت المواد كويس مظبوط، لو انت ضغطت ان المادة دي وحشة هتفضل طول عمرها عنده وحشة، بس انت تروح عامل ايه، مغير برضو الاتجاه، بس انت مش حلو في الانجليزي شوية بس ممتاز في الرياضة، بيعجبني خطك قوي في العربي، انت فعلا عامل مجهود، بس احنا محتاجين نكثف شوية، بدل ما بنذاكر ساعة هنا هنذاكر ساعة ونص عشان نبقى ممتازين، وتشجعيه وتدعميه فيها، وكمان توجههم لحاجه تانية، ده انا بيعجبني رسوماتك قوي، تركز على المهارات، عايز اقول لكم ان مستوى الذكاء بتاعنا متباين، مش دايما كل الاطفال زي بعض، لان ممكن يكون قدرته على التحصيل والدراسه ممكن تكون اقل شويه من غيره من اقرانه، فلازم اتحملها، فمهم قوي ان انا اعمل سبوت على مهاره الطفل، انه بيرسم، انه بيلعب رياضه، انه بيغني، انه يعرف يحفظ قران، ان هو عنده من المهارات التانية اللي ممكن تسنده دراسيا، احنا لازم ندرك اهميه المهارات يا جماعه في حياتنا، لان المهارة ممكن تغير عالمي تماما، احنا ككبار لما بنكتشف مهاره عندنا، لو حد حضر معايا قبل كده اعرف قدراتك، عارف ان هو لما بيطلع شيء من قدراته حتى هو كبير بتغير مسار حياته كلها، تمام، فانت كمان لازم تهتم كده، مفيش حاجه اسمها بتضيع وقتها في الرسم، احنا بنعمل، انا مش بصي احنا برضو لازم نبقى وسطيين، انا ما بقولكيش شجعيه ان هو يرسم وما يذاكرش، انا بقول لو انت حاسه ان استيعابه قليل في الدراسه وجهك نظر، عشان هو ما يفقدش ثقته بنفسه، لازم التعامل بحنكه وبوعي شديد جدا مع الاطفال يا جماعه، ولازم تفهميه ما تربطيش الذكاء بالتحصيل الدراسي،
يعني ممكن يكون الطفل عنده بيحب المهارات اللي هو الرؤية، بيحب يشوف حاجات كتير، الصور كتير، ده ممكن يكون في المستقبل معماري أو مهندس أو طيار. ما تحطيش في دماغه إن أنت لو ما نجحتش هتبقى خلاص، ده كارثة ده. بالعكس، لازم يبقى أنا عندي وعي إن المهارة ممكن تكون ليا باب لشيء جديد. ممكن ياخد حاجة في علم النفس، ممكن يكون رسام ماهر جدا، ممكن يكون معماري ناجح جدا، ممكن يكون حاجة تانية غير الدكتور والمهندس اللي احنا فضلنا رابطين ولادهم بيها. تمام؟ بالظبط. طب لو هو كان متفوق بقى، مش هيبقى على حساب برضو ان ليه هوايات ومهارات، لازم برضو ان انا اوزع وان هو يكون له هوايات مهارات. مش معنى ان ابن شاطر مش محتاج يلعب، بالعكس، لازم يكون هو عنده صداقات كل جوانب حياته، بيرسم مثلا، بيلعب رياضه، بيحفظ قران، لازم يبقى عنده اتزان في علاقاته، في علاقته بربه، في علاقته بزمايله، عنده هوايات، عنده مهارات، عنده وعي كافي ان الحاجات دي كلها قد كده مهمه. فمش معنى يعني الحاجتين، لازم العب على الحاجتين. ابني لو مش متفوق في الدراسه لازم اوجه انتباهه للمهارات واعززها في المهارات، والعكس. برافو برافو برافو، ممتاز. انا سعيده جدا بيك وفخوره جدا ان انا مع مجموعه راقيه وعندها من الوعي ده. الله يكرمكم يا رب، ممتازين. سن المرحله الخطيره من 9 ل 12 سنه، دي بقى مرحلة الصحاب. انت دورك بيبتدي يتوارى، بترجع شوية لورا، مش عايز بقى بابا وماما، بالعكس انا عايز استقل، عاوز احس ان انا بقى ايه، اقدر اعتمد على نفسي وليا اصحاب وليا حياة. حتى هبص الاطفال دي يقولك ايه، انا خارج مع اصحابي، انا قاعد في النادي هلعب مع اصحابي، هتغدى مع اصحابي، صاحبي قال لي، صاحبي عمل لي، وابتدي اقتبس من اصحابي. صح؟ المشكلة هنا بنتكلم على الطفل اللي مش عارف يكون صداقة، اللي ما عندوش أصحاب، وبيعانوا منها أطفال كتير في الغربة، ما ليش أصحاب، ما عندناش جيران، حد عارف يعمل إيه. فبيبتدي الولد يتهز ويلاقي نفسه لوحده. ده لازم لازم تتعرفي بالأم والأب والطفل ويبقى الحكاية ماشية إزاي، عشان أنت في يوم من الأيام ممكن تفاجئي بلفظ بيتقال عندك في بيتك، إذا أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك عادي يعني، ما صاحبي بيقول قدام بابا ومامته ما بيضربوهوش ولا حاجه. صح، التربيه والبرمجه بس، بيبقى بحضورك بس بيبقى من بعيد لبعيد. هنشوف الجزئيه دي ماشيه ازاي. برافو عليك، برافو عليك، انا اسف. تمام، لازم يبقى في كنترول عندي، انا كاني انا ماسك الريموت في ايدي، امتى اتدخل وامتى ابقى بعيد، واعمل نفسي ان انا مش واخد بالي بس بيبقى بعيد. زي ما نروح النادي كده هما بيلعبوا وانا شايف مراقب الموقف، هنخش سينما سايبه قاعد على كراسي لوحده قدام مثلا، وانا قاعد وراه مراقب الموضوع ماشي ازاي. تتدخلي في الوقت اللي تبص تلاقي فيه خطوره انه ابتدى يتبرمج غلط من اصحابه، اديله شويه مساحه، اديله شويه مساحه، اديله مساحه من الريه، اديله يخليه يعبر عن نفسه، ما تكتفوش، ما تخنقهوش، كتفوش ودخنوهوش. لازم يكون عنده مساحة، لازم يغلط عشان يتعلم من الغلط. احنا مش ملايكة، احنا الكبار بنغلط، احنا الكبار بنغلط، لازم يبقى فيه مساحة من الغلط، ولازم يبقى فيه مساحة من الغفران. يعني قد ما انا بغلط قد ما يبقى فيه مساحة من الغفران، ولازم يفهم هو بيختار بناء على اي معيار. بحبه حلو وحش، بحبه في الحته دي ما فيهاش حب غير مشروط. الاطفال يا جماعه بصوا افهموا الجزئيه معينه قوي، افهموني، ممكن تسمعوني شويه، ممكن تبطلوا كتابه كده وتسمعوني شويه ونركز مع بعض عشان تفهموا قد ايه الموضوع هنا فيه حته خطره شويه، نفهم سيكولوجيته وتفكير الطفل ازاي، وارجعوا لما كنا احنا اطفال كنا بنتصرف ازاي. احنا ليه بننسى ان احنا كنا في نفس السن، بس معطيات الزمن بتتغير، معطيات الزمن بتتغير. افهموا حاجة، الطفل هنا ما عندوش شروط في اختيار الصديق،
مش زينا، مش كبير كفايه ان هو يقول ايه علشان محترم، علشان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عشان محترم، عشان طيب، عشان انا بحبه. لا، ثواني يا جماعه، ادوني فرصه اتكلم، ادوني فرصه اتكلم. ما تقطعنيش بس عشان الجزئيه دي، لازم تفهموا تفكير الطفل ماشي ازاي. الطفل ما عندوش معيار لاختيار اصحابه، اللي بيرتاح له هو بيصاحبه، هو ولد حلو ولد وحش هو بتلاقيه بيحبه وبيدافع عنه انه بيحبه. وعايزه اقول لكم ان دي لغايه مراحل المراهقه ولغايه مراحل الجامعه، هو مش بمعيار لاختيار ده شخص محترم ابن ناس من عيله، ده راقي، ده موزون. لا لا، هو بيحب حب غير مشروط، ملوش شروط عشان يحبه. الاطفال ما عندهمش معيار لاختيار اللي احنا بنختار بيه اصحابنا، مع ان احنا ساعات في الصحوبيه بص تلاقي ايه، انت ايش إز... انت ازاي تعرف بني ادم زي ده وصاحبك؟ قول له والله صاحبي بحبه. الاطفال بقى اسوأ، مجرد ان هو يرتبط بطفل او يرتبط بصديق ليه بيلتصق فيه. دور انا هنا ايه؟ انا الموجه من بعيد، كان الطفل الثالث ليهم، كان الصاحب الثالث ليهم. لو قلت له ما تروحش تكلم الولد ده هيجري ويكلمه بالعند فيك، ومش هتعرف تحسن سلوك الولد التاني ده، بس تقدر توجهه لطفل تاني بسلوك تاني، تقدر تسحب شويه بشويه، تبتدي تعمل فوكس شويه على العيوب اللي هنا عشان يبتدي يقول ايه ده، ده مش زيي، مش زيي. توجهه ناحيه عيب تاني مش نفس العيب اللي انت بتشتكي منه، انت ما بيحبش ايه، وتبتدي تاخد بالك ان الطفل السيء بيبتدي يبقى ليه سلوك سيء، فتعمل تركيز على سلوك عند الولد، مش ان انت بتقول له ما تكلموش عنه انه مش على قناعه عن سلوك سيء. يعني مثلا الطفل ده مثلا ممكن يبقى من النوع اللي دائم السباب بيسب، وانت ابنك مش واخد ان هو بيسب، وانت شفت ان هو تصرفه وسلوكه عنيف، فانت لو قلت له ايه ده بيشوط الكره بعنف كده ليه، ده ضربك ده زقك، هو ممكن يتقبلها. لكن لو جيتي قلت له ايه ده ده بيشتم، ياي ايه ده، معقوله احنا متعلمين في بيتنا ان احنا ما بنشتمش، انا زعلت قوي انه بيشتم كده، فتبتدي انت تاخد طفلك لمنطقه ثانيه غير انه عنيف، فيبتدي يعرف ان ده ولد مش كويس عشان بيشتم، وبالتالي هيبتدي يحط يراقب تصرفاته، فبيبتدي هو ابتدى تدريجيا. اوعى تمنعه عنه، اوعى تحليه يحس ان هو منبوذ او ان هو مكروه، او تجبره انه يسيبه، خليه هو قرار الاختيار ان الطفل ده مش كويس. وضحت الجزئيه دي يا جماعه؟ فهمتوها؟ فهمتوا استراتيجيه الاطفال ماشيه ازاي؟ وتفكيرك انت لازم تبقي ازاي؟ انت كبير فانت المتحكم، لازم نعمل جو بيئه معينه للطفل، ان احنا لازم يكون له اصحاب. اوعى ترتاحوا ان هو ملوش اصحاب، بيقول لك كده اريح، لازم تعمل له حلقه كامله من اصدقاء. ان كان هو مش عارف يعمل في المدرسه دخله في نشاط، خليه يحفظ قران، يخش في الكشافه، يطلع رحلات. بس خلي بالكم كمان ان الصداقات هنا بتتكون وبتتكون بسرعه وبتبوظ بسرعه، لازم تسنده. هيجي لك يوم معيط اصحابي قالوا لي احنا مش عايزين نعرفك تاني، انا هو انا وحش يا ماما، هو انا محدش بيحبني، انا اصحابي دي بعد. لازم تبتدي تعملوا صداقات جديده وبسرعه، تعلمي الرسم وسط ولاد وسط جماعات، تحفظي قران وسط حلقه تحفظ قران، تدخليه كشافه، خد نشاط تطوعي معين، تدخليه في جمعيات اللي هي الخيريه اللي بتعمل نشاط تطوعي للاطفال، تدخليه توريه اي حاجه من الاندماج النفسي مع الاطفال التانيين، مش تسيبيه يتقهر، لان هم بسرعه بيخضروا على بعض. قد ما هم ممكن يكونوا صداقه بسرعه، قد ما بسرعه برضو ممكن يفصلوا بعض عن تمام. احنا لغايه دلوقتي استوعبنا ان احنا مقسمين المراحل ازاي يا جماعه، قسمناها من يوم ل 18 شهر، من 18 شهر ل 3 سنين. اه طبعا يصاحب، يصاحب اي حد بس برضو تحت رعايته. من 18 شهر ل 3 سنين، من 3 سنين 6 سنين، من 6 سنين 9 سنين، ومن 9 سنين ل 12 سنه بعدها بتبدا مرحله المراهقه. فاحنا بنشتغل على بحسب ما يتناسب مع نمو الطفل وتشكيل الموضوع عنده. فاحنا فهمنا كل فتره من السنين دي احتياجات ابن ماشيه ازاي، وبالتالي بنزل معاه وبتعامل معاه
مرحلته السنية والعمرية. تعالوا بقى كده وبالراحة نشوف ايه الطرق او ايه الادوات او ايه الاساليب اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل تعزيز الثقة بالنفس عند الاب. مهم قوي ان انت تحسس ابنك بالحب والحنان، ان انا بحبك دايما، تحضني كل يوم. يا جماعة الحنية دي اهم من الحب، تطلعه في بيئة ايجابية وتحضن ابنك كده وتطبطب عليه كده ويحس قد كده انت بتحبه. احنا بنغفل عن حاجات صغيرة، هو راجع من المدرسة هو بيصحى من النوم، احنا ما يعمل حاجة حلوة حسيت تقول له انا بحبك. احنا الكبار بنحب الحنية، ما بالك الصغير؟ لازم تحتوي ابنك كده. بحب اشوف انا منظر امهات جميلة، بيبقى الراجل طول بعرض وكبير كده وتلاقي تاخد ابنها في حضنه وتطبطب عليه وتقعده على رجليها، يعني بيبقى حاجة بتخطف القلب. ما بالك بيبي صغنون كده، ان هو صغير تقولش انت بقيت كبير وزي الشحط ما تجيش في حضني. لا، الحضن والحنية دي وتعودوا اطفال كده، زي ما انا بنصح الزوجات والازواج بحاجات، لا انتوا كمان لازم تعلموا ولادكم ان انتوا تزوجوا من الحب عشان يطلع انسان حنون وعطوف. احنا بنعمل زرعايه بنسقيها. ليه بتضحكوا؟ ايه اللي مضحك انا قلته دلوقتي؟ ايه الشيء اللي انا قلته دلوقتي ممكن يكون فيه سخريه او ممكن يكون مضحك؟ مشكله في ناس كتير ما بعند حته بيبقوا مستغربين حته ان احنا نتكلم في مشاعر او في عواطف شويه، مفيش مشكله. مهم يا جماعة قوي ان انا اسمع لابني، اسمع ابني حتى مهما كان بيقول الكلمات، انصت لحديثه اوعوا تستقلوا بحرف الطفل بيقوله، اوعوا تغفلوا عن كلمة الطفل بيقولها، ركزوا كويس قوي وفهموا ان ليها مدلول وليها معنى وليها مفهوم. تقولك ايه ما تقولش ايه ما هو بيخرف، لا، لما يجي يكلمك اتكلم معاه، اسمعه واديله اهميه واديله احترام، لازم تديله احترام كامل جدا. تمام، مهم قوي ان انت تديله احساس انه كيان، حتى لو بيقولك قدر وناقشه. الانصات بيعلمه كمان انه ينصت لك. خلي بالكم انا لما بعلم طفل شيء بعلمه ان هو ينصت لك، يعني هتسمعه، السلوك هو كده، سيبه سيبيه، ما تقولهوش اسكت، ما تقولهوش اسكت. احنا عندنا مشكلتين، شوفوا افهموا حاجة، ما تقولهوش اسكت، ما تمنعوش ان يتكلم لان ده بيعبر عنه، ما ترفعش ايدك في وش، ده غلط، دي اسمها لغة الجسد، هو بيعبر دي، ما تقولهوش ما تشوحش وما ترفعش ايدك في وش، لا سيبيه يعبر، هو كده بيثبت نفسه بيعبر عن نفسه، سيبوه اوعوا. وبعدين ما تتكلموش قدامهم، ترجعوا تقول لهم وانتوا بتتكلموا ليه؟ غلط، ما تتشغليش. تتشغلي ليه؟ هو كيان، كيان هو كيان، لازم تسمعيله. هو قالك ماما انا عايز اتكلم معاك، ما تقولوش انا مش فاضي، هتقول له حبيبي هخلص ده وهاجي لك حالا في اوضتك نقعد مع بعض. تشرب ايه؟ تعالى نشرب العصير انا وانت مع بعض. شوفوا السلوك المحترم. انتوا ممكن تاخدوها بضحك وتلاقيه حاجه صغنطوطه كده 3 سنين بيغلش عشان يلفت انتباهك، يبقى انت مش مدياله اهتمام. تخيلوا لما انت تيجي تقول لك يا ماما انا عايز اتكلم معاكي، ده انتوا لازم تعلموا اولادكم ان انتوا في نص ساعه او ساعه من الحوار العائلي اقفلوا التلفزيون ده شويه، اقفلوا التلفزيون ده شويه، وقعدوا مع بعض في جو اسري، وقعدوا اتكلموا واضحكوا واتكلموا واسمعوه، سيبوه يتكلم حتى لو قاعد يتكلم كلام اهبل، سيبه وتقول له بجد. طب انا شفت نموذج لاب والله العظيم كان عنده 6 شهور ويكلمه يقول له ها ايه رايك، ما اعرفش التاني يعمل له يعني شويه كلمات، مفيش كلمات، هو مجرد ان هو بينفعل زي انفعالات باباه 6 شهور. تعالوا شوفوا من اذكى واروع الاطفال اللي في العيله عندنا، ان باباه بيتكلم معاه كانه بني ادم. بطلوا التلفزيون وبطلوا الفيسبوك وبطلوا الحاجات دي، ودوا الاولاد كامل ديهم، اعملوا لغه حوار من هم صغيرين. ده انتوا هفاجئكم بحاجات كتير قوي في تعزيز الثقه. انتوا ممكن تقولوا لي معقوله نعمل كده؟
مش ممكن. يعني انا بتغاظ قوي، تبقى احنا واقفين بنتكلم في موضوع، ماشي بنتكلم في موضوع وبنحكي وبنحكي، بص تلاقي ولد جاي كده من بعيد يدني برأيه، او مثلا يقول لك ايه معقول يا عم فلان عمل كده، اخرس يا ولد امشي خش جوه. طب انت اتكلمت قدامه ليه؟ انت اتكلمت قدامه ليه؟ ما دخلتش عليك باب وقفلت ليه؟ لا طالما اتكلمت معاهم اتكلمت قدامه، ما تقولوش ما تفتحش بوجوده من الاول، وبالتالي ما تفرضش عليه قوانين انت ما حطيتهالوش. انت هتقول له سيبك ما تتكلمش، ما حصلش، اقفل عليك باب ما تتكلمش قدامه، لكن سيبه حر، ما تقيدش حريته. تيجي تلاقي الولد بعد كده مش عارف يتكلم، بيتهته متاخر في الكلام، مقموع. تيجي تقول له حبيبي ما بتتكلمش ليه؟ يقول لك ما انا خايف اتكلم. تبص تلاقي واحد عنده 18 19 سنه يقول لك انا بخاف اتكلم قدام. عارفين ليه؟ من اللي احنا بنعمله فيه. احنا بنعمل ايه في اولادنا؟ شوفوا انتوا، انت عشان انا بالظبط بالظبط تعالوا مولاك، لان انا ما خد مساحه انه يتكلم. علمه ازاي يتغلب على نفس عن غضبنا ما نكبتوش. يا حبيبتي اتكلمي، ما تخافيش، طمني، اديها الامان يا هبه، احتويها، اديها وخرجي بيها. تعالي انا عازماكي على ايس كريم النهارده يا حبيبتي. مالك يا روحي؟ ايه اللي حصل؟ اعمليها انها صاحبتك، اعزميها على حاجه، خليها تنقل حاجه واقعدي اتكلمي معاها، هدي من روعها. هم بيبقوا عندهم مرحله كده بيبقوا ايه خايفين دايما متوترين، عندهم هواجس مش حقيقيه. ابتدي انت واحده واحده كده ايه فكي العقد واحده واحده. تمام. مهم ان الاحلام في السن ده بيبقى ليها الولد والبنت ايا كان، هي عشان بس هي قالت مشكله مع بنتي، ايا كان ولد بنت واحد يا جماعه، هي خلي الطفل يحكي لك عن احلامه، لان عقله الباطن شغال، العقل الباطن شغال. فانت ممكن تلاقي الطفل بيتكلم وهو نايم وتلاقيه بيقول لك حاجات غريبه، فلازم تسمع الولاد زي البنات، الولاد زي البنات. ولازم اشرك الاب، انا مش بربي، مش فرد واحد اللي بيربي، لازم اشرك الاب حتى مهما انشغاله في يوم الاجازه. الحوار العائلي بتاع قوي دلوقتي، يعني لازم نتلم على وجبه واحده على الاقل مهما كان، حتى ولو كوبايه عصير لازم نتلم على وجبه واحده. انا عارفه ظروف الدنيا صعبه، ظروف في ابهات بتسافر والكلام ده كله، بس طالما هو الاب متواجد في البلد لازم نتلم على شيء. يفضل جدا ان وجبه الغداء وجبه العشاء مع بعض، عشان ده بتعمل شيء من الالفه. نخش نحضر الاكل مع بعض كلنا، احنا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه في المطبخ، ونتعاون، اللي يفرد سفره، اللي يحط اطباق، اللي يعمل سلطه. ايه احلامه هو يحكي عن احلام. انا اسفه معلش يمكن غلطه. تعامل معاه كمان كانك قده، يعني تعامل معاه كانك انت قده في السن. تعامل مع ابنك ان انت طفل زيه. مهم قوي ان انت تنزل مستواه، مش هينزل مستواك ابدا، لازم تبقى انت فاهم ومستوعب ده. يعني ايه من اول يوم؟ ما فيهاش من سن كام، ما فيهاش من سن كام. اول يوم انت تتعاملي معاك زيك، هو مش مستوعب ان انت كبيره، عشان تنزلي المستواه. بصوا بقى وركزوا في الجزئيه دي لحد ما ما فيهاش لحد يا جماعه، حاطين حدود، هي مش بالورقه والقلم، مش بالورقه والقلم، لغايه لما تحس هو باستقلاليه. بس عايز اقول لكم بيبقى نبقى كبار وبنحتاج لابهاتنا امهاتنا يتعاملوا معانا، ان احنا برضو يعني نستوعب. وبتتقلب بعد كده بالعكس، هتقول لك ابوك كبر مثلا او امك كبرت، خدهم على قد عقلهم، صح؟ هي اصلها دايره، هو بعد كده بيبقى واعي، هو اللي بيرجعوا يستوعبونا احنا. فهمتوا؟ شوفوا بقى الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي خطيره جدا جدا. يجي يقول لك على سر تداري ان انت تطلعه وتقول ايه ما هو محدش هيعرف، لو عرف فقد ثقته فيك تماما، وانت اتحط عليك مارك، مهما كان عنده مشكله مش هيجي يحكي ابدا، حتى لو سكت.
هو بيختبرك. عايز اقول لكم انه اذكياء جدا، وممكن يكون بيحكي لك على قصه وهميه. اوعوا اوعوا تخذلوهم، لانك لو خذلت هتبقى مشكله كبيره. طبعا ما تتعاملوش معاهم ان هم كائنات وهميه، ما تتعامليش معاه ان هو ملوش كيان. من الحاجات المهمه اللي بتخليني ابني ثقتي بالاطفال ان انا اديله بعض المهمات. ما بيعملش اي حاجه ونايم لي كده وبيتفرج على الكرتون وباشا لا طبعا. ولد زي بنت، مش الامهات تقول لك الولد ما يعملش حاجه، لا انت بتخلقي لي زوج متدلع. ايوه، ونرجع نقول ايه، اصل مامتك مدلعاك. صح، ما هي مامته مدلعاك. ونشرب بقى احنا الستات وجع القلب ده كله، وهاتي وودي وما يروحوش يجيبوا كيس ميه. سامعين يا ستات؟ اه، مش تقولي انا ربنا ما ادانيش بنت السعاده، لا ربنا مديكي، مديكي برضو اللي يعني هترزي بيها، اللي هتفضل يعني شغاله شقيانه يبقى قاعد كوبايه الميه هاتي لي ميه. حاجة جميلة يعني. عذرا للرجال، أنا أسفة جدا يعني، بس يعني صراحة يعني حرام، إحنا ماشيين بالريموت يعني، إيه في إيه؟ تمام؟ مهم جدا إن الشخص يطلع. إحنا بنتكلم برضه عشانكم، محدش عارف الزمن فيه إيه؟ صح؟ ربنا محبكم للستات برضه يعني، أنا برضه بتكلم عليكم. ما تحطوش حياتكم تحت ايد واحده ست، فرضا ربنا مثلا رزقك بست كسليه، انت قوم انت اتحرك، ربنا يكرمك. او مثلا تبيع وتشتري فيك اعمل لك شيء، قوم انت اعمل، انت بتعرف. صح، انا شوف انا حقانيه اهو. تمام. يعني شويه كده وشويه كده، عشان برضو انا ليا جمهور برضو من الرجال، مش هخسرهم عشان خاطر الستات. احنا نبقى عاملين ايه؟ ولا لازم اشجعهم، انا عايزه وانا اعمل ايه؟ مش عايز اخسر برضو، اخسرش الناس انا برضو. صح، الرجاله ما تحطوش رقبيكوا تحت رحمه الستات ان انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه، والستات ما تدلعيش قوي كده عشان ما تطلعيش فرعون صغير في البيت مثلا. ده اضعف الايمان، اضعف الايمان عمل الشاي ده. لازم تبقى عنده مهارات، يعني لازم تخليه يعرف يرسم، ان ده يا جماعه بيعزز الثقه بالنفس. الله، رسمك جميل، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذنا دكتور منصور، اهلا وسهلا، نورتني. تمام، برافو. طيب، فمهم قوي ان احنا كمان نعلم مهارات الطفل. ليه بقى؟ لان هو ده بيديله شيء من اللي هو احساس ان هو بيبقى متميز. ده انا برسم احلى من اصحابي، ده انا بقى الله عليك، برافو عليك، بلعب كوره احسن. تلاقي فيه تميز ما، فبيخليه واثق من نفسه ان هو قد كده رائع، قد كده انا مميز عن صاحبي. فانت لما تلاقي، حتى احنا لو اتكلمنا، لما اتكلمنا في اول المحاضره وقلنا هنبص نلاقي ان في بعض الاطفال الاستيعاب الدراسي قليل شويه، او في بعض المواد ما بيبقوش جيدين 100%. فبعمل ايه؟ بوجهه لشيء تاني يقدر هو يبدع فيه، يقدر يكون متميز فيه، وبالتالي احسسه بقيمته. انت ده انت شاطر هنا اكتر، هو مين زيك في الكلام ده؟ فيبتدي الله الله يا دكتور قانون، التحفيز المعنوي بالظبط، وتدعيم الذات. انا بوجهه لحاجه تانية، مش احنا اتفقنا ان انا بغير تركيزه على الشيء السلبي لشيء ايجابي، وبالتالي تنميه المهارات بتعزز كتير قوي الثقه بالنفس. شوفوا، مش لازم يكون عندي مناسبه عشان ادلله واشتري هدايا، هو بيحب الهدايا يعني. وانت راجع كده مثلا تجيب له بالونه، تجيب له كوره، مصاصه، عودوه ان انتوا بتعبروا نوعا ما عن الحب، لان الطفل في المرحله دي بيبقى مادي، يهمه الماديات. اعمل له عيد ميلاد بسيط، كيكاية صغيرة، وخليه يشترك معك فيها عشان يتعلم كمان يهادي صحابه، تهادوا تحبه، تهادوا تحبه. تمام، فمهم ان احنا ننمي في حتة ان احنا بنحبهم، بنعبر لكم عن الحب بتاعنا. حاجة بسيطة خالص، قلم، توكة، برافو برافو برافو. صح،
ما ده اكبر خطر. نظريه ذاكر وانا اجيب لك، لا هو في حاجه اسمها تحفيز، ان انا من غير اي حاجه بجيب لك، ما تربطنيش دي بدي. لا هو لما ينجح طبيعي ان انا اجيب له هديه، ده الطبيعي، عيد ميلاده طبيعي ان انا اجيب له هديه. انا بتكلم ان انا اكافئه مكافآت اللي هو يستحقها، ان انا لقيته مثلا سمع كلامي. تمنعي فورا، تمنعي فورا، خده ده قدام ده، ما احنا دي اسلوب تربيه. لو قعدت ساكت هجيب لك حاجه حلوه طبعا. لا غلط بالظبط، هيبقى البنزين بتاعه الهدايا وان كده الرشوه الماديه، ده كده بقت رشوه، كده بقت رشوه. لازم تبقي قد الوعد. بص يا شيماء، عندنا مشكله ايه؟ لو سكت هوديك النادي. فين نروح النادي؟ فين؟ لا ما فيش، انا مش تعبان النهارده. دي كارثه تانية، بيفقد الثقه فيكي. لازم اوعد اكون قد الوعد. لما تنجح هجيب لك عجله، وانا معيش فلوس العجله. ما ينفعش. طلب الطفل طلب، انا مش قادره بقى اعمله، الحل انا ما معيش فلوس. طلب مثلا، شاف مثلا وي ولا ولا بلاي ستيشن متقدم او اي عند حد من اصحابه. لازم الطفل يبقى واقف على امكانياتك الماديه، وتكوني صريحه معاه، وتفهميه ان ربنا خلقنا طبقات، وان دي امكانيات بابا او دي امكانياتنا، ولما ربنا يرزقنا او ان احنا نحوش عشان نجيب اللي احنا نفسنا فيه. لازم يبقى واقف على حقيقه حياتك، ايه اللي هيثور ويتمرد عليكي ويتهنك بالعجز وتحس انت معاه بالاحباط. واوعي تحسسي انك مكسوره قدامي، اوعي، ده دوركم بالضبط. لازم جدا سيب لهم مساحه يا جماعه يعتمدوا على نفسهم، مش البسوا وقلعوا واكلوا ودخلوا الحمام، يعني بتبقى حاجه اوفر. ما انا قلت لكم بتخلقوا فرعون، يعني حد اعتمادي صغير في البيت متكل عليك في كل شيء، بيجي وقت المفروض هو يعتمد على نفسه تبقى مشكله، تبقى مشكله. هتلاقيه مش عاوز من اول، لا من اول ما يبتدي يمشي، من اول ما يمشي ويتحرك ويتجاوب معاك ويفهمك، يعني تقريبا من سنه دي. لازم انت بتلاقي بتاع نمله صغننه كده تقول له هات لي علبه المناديل دي، سيبيها تاكل لوحدها، افرشي لها مفرش لوحدها، سيبيها ما تبهدل نفسها. لا اله الا الله. هو احنا كلنا اتعلمنا بالشوكه والسكينه كده من واحنا عندنا كام سنه؟ سيبيها، اعملها مساحه، افرشي مفرش وسيبيها تعك فيه اللي هي عاوزاه، اديها مساحه كده وبخلص. اقعدي اكلي بقى لغايه لما بقى انا بشوف اطفال عندهم ما كنتيش قاعده قدامهم بتاكليهم ما بياكلوش، نروح المدرسه نرجع نزعل، نزعل ما اكلش الساندوتش ليه؟ عشان ماما مش واقفه فوق راسه تاكلوه. ده لازم نفكر، لازم نفكر ان احنا عانينا. سؤال، كام واحد دلوقتي، مين عنده اطفال في هنا؟ مين اللي عنده اطفال هنا؟ عرفوني بنفسكم اللي عندكم اطفال كده، واعمارهم ايه؟ اللي بيروحوا المدرسة، في المدرسة ولا في البيت؟ أم عبد الله، يا أهلا وسهلا يا أم عبد الله، عشان بس داخلة بيت 6 شهور، ده صغنطوط لسه. تمام يا هبة. دلوقتي احنا بنشتكي ان احنا ولادنا بيرجعوا معانا معاهم سندوتشات وما اكلوش، تفتكروا ليه؟ ربنا يحميهم يا رب ويخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لكم يا رب، ربنا يحميهم ويخليهم كلهم ويبارك لكم فيهم يا رب، ويكونوا من حمل في القرآن الكريم، ياخدوا يعني خلق سيدنا محمد وجمال سيدنا يوسف، اللهم امين. احنا دلوقتي بنتكلم في جزئيه مهمه، بنتكلم في جزئيه ان انا دلوقتي ابني بيرجع بسندوتشات او ما بياكلش او بيصور على الاكل، عشان علمته ان انا امشي وراه بالمعلقه في الشقه كلها، وتعالى كله ما تاكلش وما توسخش واوعى توقع وما اعرفش ايه الحاجات الغريبه اللي احنا بنعملها دي. خصصي طبق ومعلقه وفرشي مفرش وسيبيه بهدوم، حطي له مريله ملافك وسيبيه. هتبص تلاقيه يصحى الصبح ياخد الساندوتش كله انت فتفتل، هياكل ويتعلم بعد كده لما بيعي هياكل. لكن اروح المدرسه ماما مش واقفه بتاكلني فبيرجع لك باكله زي ما هو،
او تخلي الداده تاكله، ايه السلوك الغريب ده؟ فين الاعتماد كده؟ انا مش مخلقه بني ادم بيعتمد على نفسه ليه؟ ما هي جعانه عشان ماما مش واقفه معايا. انا بشوف اطفال سنتين بيمسك بالمعلقه وياكل ياكل، سيبوه يعتمد على نفسه. واضحه الجزئيه دي؟ عندنا بقى احنا يعني في مجتمعاتنا الرائعه الجميله ابدع ناس ممكن تمسك ابنها ده تظبطه قدام الناس، تشتم بقى يا غبي اللي ما بتفهم، وايه معزوق سيمفونيات ماتش دي كده متنوع من من من, من البهدله كده، عمو يقول عليك وحش كده، طنط تقول عليك نوتي، ونبص حتى لو عوجنا لساننا وقلنا كل الكلام ده كله. قال يعني انت بتربيه بقى اسم الله عليك، وخش خش جوه ما اشوفش وشك لغايه لما طنط تمشي، خليتيه ما يسواش 3 قرش. تفتكروا ده حاجه حلوه؟ انت فاكرين ما بيحسوش؟ ده بيحس ويتاثر وبيحصل مشاكل كمان اكبر مما تتصوروا. لما بحثنا في التباعد لا ارادي تحديدا، لقينا التعنيف للاشياء اللي بتخليه عيني يفضل كابت الخوف ويفجره بالطريقه دي، الضوافر تلاقي ان الولد بيخربش في ايديه، سلوكه العدواني يبقى نابع من هو خزل واحرج بطريقه مهينه وبيهان قدام الاهرام. انتوا ما بتعملوش كرامه، لازم يبقى له كرامه، له كرامه. بصوا للصوره، شايفين الصوره عامله ازاي؟ شايفين تعبيرات وش الطفل قد ايه؟ شايفين الطريقه عنيفه قد ايه؟ مش بحط صور انا كده يعني، المفروض ان انت تخيل ان ابنك في نفس المنظر. ايه رايكم تستحملوا يكون اطفالكم بالحزن ده؟ وهتلاقيه صغير قد النمله كده، ويجي يقول لك ما تزعقليش. اعملوا لهم كرامه، اعملوا له ان انت تقولي له ايه مثلا، انا ما بحبكش ان انا احب ان انا قدام الناس كلها، حتى لو هو غلط قدام الناس قول له شفت الناس كده شكلها كان ايه، يا ترى بيقولوا عليك ايه، يا ترى بيقولوا عليك ايه، ان انت ولد مش مؤدب يعني، هيقولوا على ماما وحشه، هيقولوا على بابا مش كويس. الخبر كبر الموضوع، هيبقى بعد كده تكير خلي بالك قدام الناس مصحش كده، مش علينا اولاد وحشين عشان دايما نكون اولاد حلوين، عشان يقولوا الله فلان جميل. طبعا الجيل الجديد ده طالع يا الله، لا ما نؤخر العقاب بعدين ونواجهه. انت مش سامعاني يا اماني؟ ما انا كنت لسه بتكلم في الجزئيه دي حالا. طبعا احنا الجيل الجديد ده طالع عنده مشكله ان احنا مش عارفين نقرا. ليه؟ لان ما تعلمناش نقرا، ما تعودناش نقرا. كان زمان اهلنا يجيبوا لنا القصص والمجلات، وكل شهر هتلاقي مجلات سمير وميكي والحاجات دي كلها بتيجي عندنا، صح؟ اصبح دلوقتي في تجاهل كامل للقرايه، حاجه محزنه. عفوا، ما احنا اتربينا، لا احنا عندنا كام سنه، انا بتكلم على الجيل بتاعي، ما انا من زمان برضو مش قدكم يعني احنا ما تربناش ان احنا نقرا صح. عنديش انا عشان وليد التسعين دول، لا انا عديت الموضوع ده من زمان. وبقول لكم ميكي وسمير، فالمفروض تفهموا بقى، ما تحرجونيش يعني، تعرفوا ان انا من جيل السبعينات، خلاص بقى نقطه انت. تمام. والله يا اماني يعني ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك. حتى الثمانين دي غريبه عندي دلوقتي. احنا جيل بقلز والحاجات الغريبه دي اللي محدش عارف عنها حاجه دلوقتي، بتتكلمي عن كائنات منقرضه كانك انت بتقولي انا من عصر الديناصورات. ربنا يبارك في عمرك، المهم بركه العمر والسعاده، ربنا يكرمكم. كنا بنفرح بابسط الاشياء، وكان يوم ما دخلت القناه الثالثه كنا عاملين فرح، مش دلوقتي عندنا 1000 قناة ومش عارفين نستمتع.
عندنا استمتاع يعني حاجة تانية يعني، سبحان الله. يعني بجد كنا بنستمتع بأبسط الأشياء، وكان لما حد يعني يجيب لنا شوكولاتة كنا بنعمل فرح، وما وكنا بننام الساعة 10، وكان مصروفنا ضئيل، وكان إمكانيات اللي كان بيبقى عنده تليفون في بيتهم كان بيبقى، كنا مؤدبين وطيعين وعينينا يعني مليانة مش مكسورين. هو كان في لعب تقريبا يعني، انا لغايه دلوقتي بقول اتاري، فالعيال بتضحك عليا، اللي كان اخر عهدي يعني، اخر عهد اختراعه ما كانش عندي على فكره يعني، يعني يا ريته كان عندي يعني اخر عهدي. يقول له ايه ده، احنا بنتكلم على ايه؟ يلا الحمد لله. المهم لازم نشجع اولادنا على القرايه، حسسوني ان انا يعني شويه حمود، حرام عليكم بقى خلاص. ان احنا نشجعه على القرايه، نشجع اولادنا على القرايه. اتفضل اتفضل يا استاذ هاني، تحت امرك. اتفضل يا استاذ هاني، سامعك. طيب لسه هنتكلم اهو. طب هو يعني هنتكلم، بتتكلم انا فاتحه السلايد ليه؟ عشان انت اخدتها ان المذاكره دي واجب لازم تعمله، وقهر نظام التعليم وحش، واحنا بنزود عليهم، مش هتعملي اي حاجه غير ان انت تذاكري وبس، فاصبحت المذاكره دي عبء. طب احنا ما ناخدها ليه؟ ما ناخدهاش انها حاجه نتسلى بيها ليه؟ ليه ما ناخدهاش على طريقه الخرائط الذهنيه، ان انا هضربك، ان انت انك ما تفهمش من درس لدرس. يا جماعه لازم يبقى يوميا في ساعه او ساعتين للطفل ينفس عن اللي هو عايزه، يقرا، يرسم، يلعب، يتفرج على التلفزيون، اعمل له ساعات محدده. يا فرحتي ان انا مقعده 6 ساعات يذاكر وانتاجه ساعه. انت عارف انت عشان تحببها تاخدها بنظام 7 دقائق. عارف نظام 7 دقائق يا استاذ هاني؟ 7 دقائق. لا ما اسمعوني بس، مش هنقول الام ونموت ونموت الاب، ده كانه هو ما لازمه يعني. اب او ام هم اللي فيهم مشتركين في التربيه ويكونوا متفقين عليها، لان ده الجاب. انا شايف الام مقصره والاب طول النهار بره، فاصبح العيال تايهين ما بين مين اسمع كلام مين، مستني بس بابا اما يجي عشان اموتها او اشتكي له في التليفون. مسافر اسوأ، انك هتبتدي تقول له ايه لما بابا يتكلم هشكيك. ايه نظام بقى 7 دقايق بقى؟ طيب بنعمل ايه؟ الطفل مش بيحب المذاكره خالص ومش عاوز يذاكر تماما، هعمل معاه اتفاق. على فكره دي طريقه علميه، احنا هنذاكر النهارده رياضه 7 دقائق بس. هتقول لك 7 دقائق بس معقوله؟ وانا هلحق؟ هلحق. ذاكرت رياضه 7 دقائق، حلو قوي، يلا خلاص خلصنا. معقوله بس رياضه 7 دقائق النهارده بس؟ طب والعربي 7 دقائق والانجليش 7 دقائق، احنا كده خلصنا مذاكره في ساعه، معقوله؟ ايوه يلا قومي العبي. بكره بقوم 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق، بقت هي تحب، بقى عاملينها لعبه، احنا عاملينها لعبه. مع الوقت هتسحب هي. نظام التنقيط التدريج، فما ببقاش عامله لها كانها مش بيبتدي كمان من قبل الدراسه ما بتبتدي، مش انا اجي اروح انا حاططها قدام وش المدفع هيستجيبوا طبعا. ليه الاحباط ده؟ ليه انا متخيل ان هم فاشلين؟ وشوفي النغمه دي اماني هتخليهم ما يحبوش. لا اديهم المساحه وخليك تجربي، خلي عندك سياسه البلد طويل شويه. انت بتنشئي وحطي نفسك مكانهم، انت من حقك. احنا بنزهق. هم ايه؟ ما هم بني ادمين اطفال، يلعبوا امتى ويعيشوا امتى؟ ادوهم المساحه ان هم يلعبوا ويعيشوا ويتفرجوا على التلفزيون، وتخرجي وتوديهم، حقهم حقهم يا جماعه. لازم اكون انا عندي من المرونه حتى لو المدرسه. وما ايه يعني، ايه يعني بشويش هتحمسيهم وهتلعبي بنظام مفاجاه. ولازم تفهميهم التعليم مهم ليك انت، انت عاوز تبقى انسان كويس ليك انت، انت حابب تبقى ايه، وتكلميه عن احلامه وعن طموحاته. وانا يوم من الايام نفسي اشوفك كده، وانت هتبقى عامل، خليه هو يقول لك انا نفسي ابقى ايه، ما تقولوش انا نفسي اشوفك دكتور. المصيبه اللي احنا بنعملها في عيالنا، ولما ما يجيبش مجموعه في الثانويه يبقى ده يدخل دكتور بقى خلاص، اسرح على عربيه بطاطا بقى.
دي مشكلتنا، ان انا بحجم خلاص كل ادوار الحياه في دكتور ومهندس وضابط. الله، مش منطق. وبلغي بلغي الكيانات التانية عوضيها، وبعدين لازم تشركيه ان هو يكلمها في التليفون سكايبي، تروحي تجيبي هديه تقول لها ده بابا كلمني في التليفون الصبح وقال انا عايز لبنوتي حبيبتي الهديه دي تجي لها. مش تعامل خاص ولا حاجه، هي مراعاه نفسيه انك تلعبي على الشيء اللي هي بتحبه. يعني بنوتك السنين، قولي اي اسم، حتى عندها كام سنه؟ 7. حلو قوي. هتروحي تقولها عامله لك سربرايز النهارده وهي خارجه من المدرسه، ايه ده؟ اكتبي جواب. الله الله، خلاص اكتبي جواب قولها بابي بعت لك الجواب ده، انا هقراه لك وبعت لك الشوكولاتايه دي عشانك، او يكلمها في التليفون. انا هو عارف ان انت بتسمعي كلامي ومبسوط منك جدا، وقال ان انا عايز النهارده ابعت لي فلوس عشان اجيب لك الشوكولاتايه دي ليكي انت. تحسسي بالتواجد. بابا عاوز يكلمك، يكلمها مكالمه من غير ما يكلم فلانه على تليفونه او على تليفون البيت في الوقت ده، وانا هخليها ترد عليك. ما تكلميش انت في نفس المكالمه، بتقول له عايز ماما، لا انا عايز اكلمك انت، انا بتكلم عشان حبيبتي. فاهمه؟ بالاتفاق مع الزوج، سهله جدا. ساعة واحدة التلفزيون، ساعة واحدة وتبقي قاعدة معاه، القناة قطعت، ان في وجهيه لحاجات تانية. ده خطير جدا، خطير جدا. ساعة لساعتين بالكتير الكرتون تواجده في حياة ولادنا وتبقي قاعدة معاه، مش تسيبيه وتقومي تعملي اي حاجة. ده خطير جدا اللي انتوا بتعملوه. ما لا مفيدة. مش كل حاجة هياخدها من التلفزيون. فين دورك؟ قسمي يومه. بقول لك من ساعة لساعتين في 24 ساعة. يلعب، تغني له، تتكلمي معاه، تجيبي له كتب وتقري له. الله، هو احنا كنا زمان عندنا القنوات دي ولا ايه؟ كان بيجي برنامج او برنامجين في اليوم كله. احنا بنعمل لهم تخلف عقلي. تغني له فيه. تنامي امتى؟ دي حاجه اسمها اداره الوقت بقى. اهو دكتور محمد قال لكم دي حاجه اسمها اداره الوقت، ومش مسؤول عن اللي انت بتقوليه ده كله. لازم تقعدي تشاهدي مع التلفزيون، ممكن تمسكي مجله وتبقي انت قاعده سامعه، تثقفي نفسك، او قاعده على الفيس مثلا، او بتعملي اي حاجه، او بتقشري الخضار مثلا قاعد، او بتشتغلي تريكو. ما احنا برضو الستات عندنا بسم الله ما شاء الله شغلها اللي هو ان شاء الله بقى طول اليوم. شغلك وانت مش قاعده في البيت، انت قاعده في البيت ولا مش قاعده في البيت؟ لازم تحطي الوقت اللي بتطلعي على التلفزيون حاجه بتعمليها وانت قاعده، وانت متواجده. حتى يعني شاركيه، الله الاغنيه دي مش حلوه، خلاص انت ما بترجعي له، انت بترجعي له. مين اللي قاعد معاه في الفتره اللي انت مش موجوده فيها في البيت؟ مين؟ لازم يلعب نفس الدور اللي انت بتعمليه، تبقي ماشيه على نفس الجزئيه. شوفوا، لازم منهج التربية يكون موحد ونكون متفقين عليه. التربية ايا كان اللي بيقعد مع الطفل يبقى فاهم المنهج اللي انت ماشي عليه. كرتون ساعة واحدة، واتمنى يكون في وجود حد معاه كتير للترفيه، للترفيه مش اساسي. خلي بالكم هما بيتبرمجوا من التلفزيون، ومش اي حاجة يتفرجوا عليها، مش اي حاجة. برافو عليك. زي ما قلت لكم، مش يبقى الولد بيتكلم تقول له ما تتكلمش ما اسمعش حسك. ما تسدوش عندهم قنوات الاتصال، سيبه يعبر، خليه يتكلم. هتخوفوا منك وما الحامل مع الناس الغريبة ايه؟ عشان كده اول صاحب سوء هو بيجري له. ليه طيب؟ ليه؟ كده لازم اقنن كل شيء. الكمبيوتر اقننه، التلفزيون اقننه، كل حاجة لازم تبقى مقننة. ما بقى سيبهاش كده هو عمال على بطال. ماشي؟ نرجع تاني، وعنده حرية، لازم بقى عنده حرية الرأي والكلام وكل حاجة. تخليه يرسم، تخليه يحفظ قرآن، تخليه يتكلم معاك، تغنيله، تتكلمي معاه، تشركيه مع أطفال تانيين، ألعاب تانيين، تنمية مهارات، رياضة. لازم يتعلموا الرياضة من هم صغيرين. ابنك يجي يحكي لك عن
مشكله مع الاطفال، اطفال في سنه تستهتر بيها. سنه ونص ده بيتكلم، لازم تعلميه يتكلم، وسنه ونص ممكن يقوم على فكره، يعني مش هيحصل حاجه، وسنه ونص رياضه يفهم، نلعب كوره والكلام ده كله. وماله، كلميه اكتر عشان الكلام يبقى كتير. تبتدي تشوفي بقى هو ضربه ليه، ضربه ليه، انت عملت عشان يضربه، انت عارف يعني لو قام ضربك كده على وشك، وفي نفس الوقت مش سلبي، مش هيبقى سلبي. يا اما تقدم شكوى للمسؤول، مش للدرجه دي، شوفي هيعمل ايه. لا، ما فيش حاجه اسمها يسكت، لازم يصعد الامر للمسؤولين، يا الا هو هياخد له حقه منه. يعني لازم يبقى في شكوى ما، وفي بعض الاوقات لازم يدافع عن نفسه لو هو مش عامل، لازم يعبر عن غضبه، ما يستسلمش، بس بقى لي طريقه. الطريقه الصح بقى ان انا دلوقتي الجا للمدرس، لازم انا اكون الجا. انا بقى بيخاف، ما هو بيخاف ليه؟ عشان انت لا عيب، ما تعملش، ما تتحركش من اي ده، انت مقيداه، فمش هينفع. زي ما قلت لكم، لو في اي ضائقه ماديه حصلت لازم تخليه يدي مقترحاته، هنقلل المصروف شويه، مش هنجيب حلويات كتير، مش هن، لازم يحس بالمسؤوليه. مش تقولي ما ينفع، بسمع كلمه غريبه قوي، لا اصل ما ينفعش احس انه ناقصه حاجه. ليه ما احنا في نفس المركب، ولازم اتعلم يعني ايه هو توافق، ويطلع طفل متزن، صح ولا لا؟ لا طبعا مش سلبي. لازم افهمها له، احنا دلوقتي ما معناش فلوس، ان شاء الله احنا هنجيب فلوس قريب، احنا لازم نتكيف مع وضعنا. امال هتطلعي طفل ازاي بعد كده، بعد كده يقدر يفهم يتحمل مسؤوليه؟ لاول ما تبقى في مصيبه يروح يسرق بقى، او يغير، او يبص الغير ويجي ينكد عليك ويحسسك بالعجز والقهر. هو فاهم ما يبصه، بس هو لازم تبقى عينيه مليانه، يبقى يشاركك المسؤوليه، ويبقى فاهم ان انت بتعملي كل اللي عليكي، ولا يروح يمد ايديه. انت مش بخيله عليه، في فرق بين البخل وانه يبقى عنده وعي بمستواه الاجتماعي والمادي ايه. الله، ما احنا تربينا لنا طبقات، انت ما عندكش ده، بس عندك حاجات تانية اهم من الفلوس. عندك بابا بيحبك وماما بتحبك وبيعملوا اللي عشان يخلوك سعيد، كل حاجه الماديات يا جماعه. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه، مش ما تجيبلوش كل حاجه، ما يبقاش كفايه، لازم يبقى فيه شيء، حتى الشيء الكبير اللي هتجيبوه لازم يبقى فيه سبب. خليه في نجاحه في عيد ميلاده، يبقى فيه مناسبه، لازم يبقى هو عارف انت اجيبه امتى، ما اجيبش، مش كل طلباته مجابه، حتى لو انا اقدر. انت تعرفوش بكره في ايه، ياما ناس كانت عائلات غنيه جدا وافتقرت، ضاعوا. واضحه الجزئيه دي، لانها مهمه جدا. ارجوكم بلاش الكبرياء والافكار الغريبه دي، لانها بتضيع الاطفال. بص تلاقي طفل صغير يقول لك انا عايز ايباد، انا عايز ايفون. يا ابني، مش الاعتماد كمان لما انت خليه جاهز شنطته، يختار الحاجه اللي هو عاوزها، يختار نفسه، يبتدي في اجتماع لاولياء الامور، وتلاقي الام تروح، الام تروح، والاب يقول انا عندي شغل. لا يا جماعه، المفروض تكونوا مع اولادكم، تحسسوهم ان هم مهمين، وهم مهمين واحد، لان هو بيحس ان هو بيفتخر بوجودك معاه، وبيجري عليك لما تلاقي الطفل قاعد وحيد كده، دي او مع امه ليه كده. مهم كمان ان انتوا تسمعوا عليهم قدام الاخرين، ايه الجمال ده، ايه الشياكه دي، ده حبيبي بيعمل كل حاجه صح، ده النهارده انتوا عارفين فلان جايب درجات جميله جدا، ده خد الحزام الاسود في الكوره، في الكاراتيه، ده النهارده عمل جيم حلو قوي. حتى لو مش في حاجه، مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه، كل حد فيه عنده سلبيات ايجابياتي امان. النهارده ساعدني
على ازاز المرأة كلها. عارفين مين اللي بيسقي الزرع بتاعنا ده؟ حماده مثلا او مين؟ مدلعي وجيو. شوفوا زي الفل ازاي؟ ده بس الاكل ده وحش جدا. بدل ما اقول لها شكرا يا ماما، لو انت كوبايه يحطها على الترابيزه قول له شكرا. طبعا لازم يكون عمله، حتى لو بسيط لازم يكون عمله. احنا مش بننافق، اللي هنعلمه يكون بقى هو منافق. يعني انا دلوقتي قلت له ايه حبيبي؟ ارمي المنديل ده في الباسكت، او فضي باسكت الزباله. شكرا. فتيجي تقول انتوا عارفين مين اللي سقى الزرع النهارده؟ هو اللي ايه؟ مش احنا قلنا هنديله شويه مهمات يعملها؟ مين وضب سريره؟ مين جاب لنا العيش من تحت؟ عشان انت دعوتيه على كده يا مريم. انت ربيتيه ان ولد ما يشتغلش، لكن اخته تعمل. لازم الاثنين يعملوا، وتبتدي تخليه يعمل بالتدريج كده. تمام؟ فالمديح والشكر مهم قوي. الضرب بقى والعنف كأنكم بتنفضوا السجادة، ده كأن في حالة من الانتقام. غل السنين تطلع على الوجه أو البيت، كأنكم في حالة الترتكر بينزل بيخليهم فتفيت بيهونوا عليكم. وتلاقي بقى اللي بيتفنن عنده في البيت إيش، حزامة على خرطومة على عصاية على شباشب طايرة على حاجات بتطير. إيه ده؟ ايه ده؟ في منطق. حتى لو استفزوك في اسلوب حتى في الضرب بيكون معين، دي اهانه. اولا ممنوع تماما الضرب على الوش، الاقلام اللي بتنزل تلف تسلم على الوش دي ممنوعه تماما. ممنوع تماما الضرب على الوش في منطقه الراس تماما تماما ممنوع. عايز اقول لكم اللي بيربي ولاده على الضرب بيجي له وقت ما بيفرقش معاه، يقول لك علقة وتعدي. في أضيق بصي على الإيدين في أضيق الحدود. أنا وجهة نظري نظرة نبرة صوت حادة. لازم تعودوا ولادكم إن أنت كلمة أنا زعلانة منك دي خطيرة وكبيرة. إن مامي هتنام وهي زعلانة منك، بابي مش هيكلمك، بابي النهاردة مش هيخليك تاكل معاه علشان أنا زعلان منك عشان عملت حاجة وحشة كبيرة. دي كفايه جدا. يطلع انت ليك اهميه عنده، يعمل لك حساب. لكن اخرك الضرب انت انسان ضعيف، انت انسان ضعيف عشان بتضرب وتمد ايدك عليه. طبعا انا عارفه ان انتوا تلتينكم بتعمل ان انتوا بتضربوا، ما بيسمعش الكلام، ما هو مغلبني. وناخدهم نلطش العيال ليه كده؟ ما بتتنسيش في علق، ما بتتنسيش. وتلاقي موقف هايف جدا، وحتى الصريخ غلط، لهجة حادة، لهجة حادة. الصريخ هتطلعيه عصبي. تمام؟ يا سلام عليك يا أستاذة، الله على كلامك الجميل الرائع. شايفين الجمال بقى؟ الحوار والحب والعطف واللغة اللي بيني وبين ابني هتعلمني ازاي اخليه يحترم الآخرين، يقول حاضر ونعم، ويتكلم بطريقة فيها أدب، صح؟ لكن طول ما أنا عنيف هو مش هيسمع كلامي في حاجة. طول ما أنا أقول له إزاي إيه محترم وأنا نفسي مش محترم معي، فلازم أتعلم مين لنا الاحترام؟ مش لازم؟ فلازم يتعلم يحترم الآخرين من خلالي. انا مرايه، انا المراه عكسه لابني. ولما يلاقيني انا بعامله باحترام وابتدا، عشان كده قلت لكم كلمه الشكر والثناء والتقدير. تمام يا جماعه؟ مهم كمان ان انت لما يغلط الطفل منك وبيضرب منك، انت هو مش طالع عنيف وبيضرب لوحده، مش شيطان، هو طالع شيطان الا يكون عنده مشكله كهربا زياده او حاجه كده، ده لازم تدخل دكاتره. بيحصل ان الولاد بيفشلوا وبيقعوا، بيحصل مشاكل في الدراسه، فشل في لعبه، فشل في حاجه، ما تعنفوش
بالعكس خليها تدارك الخطأ، وإن الفشل ده ما هو إلا مجموعة من التجارب، تجارب هنجرب تاني ونحاول تاني ونبقى مع بعض تاني، وإيه يعني؟ بس إحنا ناجحين في حاجات تانية، نعمل حاجات تانية جميلة قوي، مش هعنفه وأقول له إيه يا فاشل، كلمة يا فاشل اللي بتتقالت لنا كلنا دي، ده قاموس، وقابلني إن فعلت ومعرفش إيه والكلام ده كله. ساعديه وعاونيه ويتصرف، خليه يحكي لي، عشان كده بقول لازم يبقى في مساحة حوار، مين يقدر يساعده؟ عاونيه مرة إنه يتصرف ومرة تانية هيعتمد على نفسه، المنظر ده. ولازم تشوف كمان إيه السبب اللي خلاه يفشل وتخليه ياخد طريق تاني، لأنه ممكن يكون ماشي في طريق غلط أو فاهم بطريقة غلط. أكبر كارثة الأهالي بيعملوها، شفت معرفش ابن فلانة أو شفت ابن طنط فلان أحسن منك إزاي؟ أشطر منك إزاي؟ شوف اخوك جايب درجات احسن منك ازاي، انت غبي. ايوه برافو عليك، انت غبي، التاني ذكي، ما تقارنوش، اوعوا تقارنوا ولادكم بحد، اوعوا تقارنوا ولادكم بحد، انتوا من جواكم بتحبوهم يا جماعه، اظهروا الحب، ما تظهروش عكس ما اللي انتوا عايزين. حد جه قال لك ايه انت يا ابنك غبي مش هتستحملي، ما تقولهالوش بقى، انت لو حد جه عاب على ابنك مش هتستحملي. يعني انا مره سمعت ام قاعده تشكي تشكي تشكي، قلت لها اه فعلا متخلف، انا قصده، قالت لي اوعي تقولي عليه كده اهو، قلت لها طب ما انت قلتي، ما تقوليهاش، ما تسمعهاش نفسك، ما تقوليلهاش لابني كمان، ما تسمعهاش لنفسك عشان انت هتصدقيها انه متخلف وغبي. اوعي تقارني ابنك، اوعي تطلعي عكس اللي جواكي، انتوا بتحبوهم طلعي لهم الحب مهما كان، انت عايز، احنا كلنا عايزين ولادنا احسن منهم، بس هو مش بالريموت، مش هتشكليه عجينه، اديله مساحه، لا ما تقوليش عشان تبقى زي فلان حلو، عشان انت تبقى مميز. انا عايزاك احسن واحد في الدنيا، لا لا غلط، هتخلقي غيره، هتخلقي عداوه، هتخلقي عداوة. أخوك حلو في حاجة وأنت حلو أحلى في حاجة تانية، هما مش كوبي بس من بعض، هما مش كوبي بس من بعض، هو هيتميز في شيء وأخوه هيتميز في شيء، أخوه شاطر في حاجة بس ممكن ما يكونش شاطر في الحاجة التانية، ما تجوش عليهم، ما تجنوش عليهم، ما تخلقيش جو عداوة في البيت. حلو إن أنت تعلميه المشاركة، ما يبقاش قاعد وحداني كده لوحده، أنت شاطر، الله أنت عملت دي أحلى مني، اعملي جو كده من المشاركه والمنافسه، هتعملي كيكه خدي بنوتك وابنك واعملوا كيكه سوا، احنا عملنا كيكه مش مامي عملت كيكه، احنا نظفنا البيت سوا، احنا عملنا العشاء سوا، احنا قعدنا لعبنا بالبازل سوا، احنا عملنا اشكال بالصلصال سوا، في مشاركه، هنحكي حكايه ونتها مين يقرا معايا كده، تعالوا نعمل سندوتشات مع بعض، مين ينزل يشتري معايا الطلبات، الله هو ده التيم وورك بالظبط كده عملنا. لا مفيش حاجه اسمها جربت مع كل الطرق، سي دي قنني شويه، مره على مره هينفعني، وجهي انتباهه لشيء تاني، طبي منك انت بتزعقي وبتضربي وبتردي على العصبيه بتاعته بزعيق وصريخ. بصوا ساعات الطفل بيحس كده ان هو زعلان حزين لحد مزعله بره، لازم انت تاخده في حضنك وتطبطب عليه وتسنده وتديله الدعم النفسي، تثني عليه، تشجعه، تشاركه، اديله اهميته. يا جماعه الاطفال بيحسوا زينا، كيان عايز تقول له برافو، تدعمه، انت احسن حد، تمدحه وتشكر فيه، ما تقولوش هيبقى مغرور، هو محتاج يحس ان انت معاه، ان انت سبورت ليه، ان انت دافع ليه. ما كانش الاب والام يشجعوا ولادهم، مين اللي هيشجعهم؟ ليه؟ ما كنتش انا اللي اثني على ابني هيشجعه، هيجيب حد من بره، ده منطق؟ ما كنتش انا، يبقى ابني ده نور عينيا واعمل له كل حاجه، ممكن مين؟ ارجوكم اللي انا عايز اقول، احنا وانا بختم محاضرتي النهارده، عبروا عن حبكم لولادكم زي ما هو،
عبروا عن حبكم لأولادكم بالحب وبالحنان والاهتمام والرعاية، هتوصلوا ليهم هيكونوا بجد نبتة رائعة. لازم ترجعي تشوفي هو ايه سبب موضوع التبول الإرادي ده، لأن نفسي بحت التبول الإرادي هو حد كده تدخل من حد مختص نفسيا. طب قبل ما ناخد اي سؤال، في اي اسئله في المحاضره؟ ثواني يا جماعه، دلوقتي بعد اذنكم الدعم، المحاضره اتسجلت، المحاضره اتسجلت عشان اماني بس، دي مهمه عندها، المحاضره مسجله. طب الحمد لله اماني المحاضره اتسجلت، ربنا يا رب يقومك بالسلامه كده ويجعلك يا رب وقت يكون يسير وسهل عليكي، وتجيبي كده طفل بأخلاق سيدنا محمد وبخلق سيدنا يوسف من حملة القرآن الكريم يا رب، اللهم أمين. يعني ربنا يكرمك فيه ويسر لك أمره كلها. الموضوع إن شاء الله يكون جميل يعني عليك. المحاضرة بتاعتنا وصلت بسهولة ولا كان فيه مشكلة؟ في أي مشكلة في المحاضرة أو أي حاجة غير مفهومة؟ أعيدها لكم تاني، أو في جزئية كانتش واضحة بالنسبة لكم؟ أتمنى أكون استفدت بيها استفادة كاملة. يعني هينزل على الموقع إن شاء الله، هي بس بتاخد يومين كده. الله يكرمك يا دكتور محمد، ربنا يبارك لك يا هبة، ربنا يكرمك يا رب، اللهم أمين. المهم تستفيدوا بيها وتقدروا يعني أكون قدرت أوصل لكم يعني بسهولة للموضوع. الله يبارك لك يا رب، تسلم يا رب، الله يسلمك. شكرا أوي. مين بقى عنده سؤال أقدر أفيده فيه؟ شكرا. طبعا يعني الدعم اكتر من متميز، بشكركم جدا، لان لولا الدعم يا جماعه ما كانش لينا معنا الحضره بتاعتنا. يعني الـ انا من غير الدعم ومن غير كنتوا كمتدربين ما فيش. طيب استاذن بس الدعم تحطوا لي الصفحه بتاعتي بس، رجاء خاص اللي هيضيفني يعملي بس رساله انه حضر معايا المحاضره النهارده، ان ما بقبلش اي حد بعد اذنكم يعني عذرا. يعني الدعم بس تحطي لي الصفحه بتاعتي. الله يكرمك، شكرا. بعتلي بس مسج ان انت حضرت معايا المحاضره النهارده عشان اقدر ده امرك يا اماني، ربنا يكرمك. حاضر، هم دلوقتي هيحطوا الاكونت بتاعي، ابعتي بس رساله في الان بوكس ان انت حضرت معايا النهارده المحاضره بتاعت تعزيز الثقه بالنفس لدى الاطفال. حطوا حالا الدعم، هيحطوا الاكونت بتاعي. ثواني بس، تحت امرك. ميرسي يا دكتور، انت استاذنا. كلمه السر يعني ايه كلمه السر دي؟ ابعت لك كلمه السر اهو، الحساب اهو، تاخدوك بس اهو موجود، هم حطوه دلوقتي. ميرسي يا استاذه بسمه، ربنا يكرمك يا رب. ايوه انا حضرت حاضره عشان انا ما بضيفش اي حد، معلش اعذروني يا جماعه، معلش المتطفلين كتير يعني، فانا بحب يكون الموضوع فيه للاستشارات مش اكتر. يعني لو في اي حاجه، وان انت تتابع معايا المحاضرات ان شاء الله بعد كده اللي موجوده معانا على العصبيه. لا انا رضيت، العصبيه دي لازم ترجع، انتوا بتتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني ما انا مش معقول هكون انا ايه، لازم بصي ما كانش احنا لازم نشوف التدخل اولا الطبي، هل في كهرباء ولا يعوذ بالله زياده ولا ايه؟ ده لازم اشوف انا الموضوع ماشي ازاي، ده مهم ان انا اشوف انا في مشكله مثلا طب الاول، عشان لو في مشكله طبيه ابقى انا عارفه. لازم اشوف، عشان انت مش قادره تيها لازم تديها الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لازم تخليها هي نفسها تشتغل وتديها مهمات تعملها. لا انا ما اعرفش بصراحه، دي حاجه طبيه، انت شوفي الاول ايه الحكايه، دي حاجه طبيه بحته انا ما اقدرش اتكلم فيها، لكن لو مش طبيه راجعي اسلوبك واسلوبك معاها. تمام، من انا قلت لكم من اول ما هو بيبقى بيبي بيبقى فاهمكم ومستوعبكم يا جماعه، من هو بيبي. قلنا على مشكله المذاكره، قلنا ازاي نعملها، احنا قلنا نمشيها بنظام 7 دقائق، كل يوم اخد 7 دقايق من ماده كوبي بس من الاكونت بتاعه اعمله.
اه طبعا الخوف اساسي. انا قلتها في محاضرتي ان التبول اللا ارادي اساسي من الخوف، انتوا بتضربوه كتير او بتعاملوه بعنف. لو اتفرج على مسلسل 5 شهور، لا مش درجة، لا يعني مش هيفهم، مش للدرجات يعني، لا مش للدرجات يعني، طبعا مش هيفهم يعني، مش للدرجات، مش للدرجات يعني، مش هيفهم طبعا. اديله حاجة يعملها، لازم تبتدي تعملي معاه حوار، لازم تديره معاهم حوار. انا متشكرة ليكم جدا يا جماعة، واتمنى تكونوا انتوا استفدتوا، متشكرة اولا حضور رائع جدا، يعني الناس عندها وعي، مثقفين وانبسطت معاكم جدا، ويعني انا سعيده بيكم. لا 5 شهور مش لدرجه ان انا يعني تتاثر بنفسيتي ولا اي حاجه يا استاذ معاذ، لا عادي مش الدرجه دي يعني، بس هو تعوضه بالاهتمام الغياب يعني، او انت هو معاك ما فيش مشكله. انا متشكره جدا لكم، الف شكر لكم، ربنا يبارك لكم يا رب، واتمنى ان احنا نكون مع بعض تاني مره تانيه باذن الله. وشكرا جدا، شكرا جدا، انا سعيده بيكم، متشكره قوي يا جماعه، الف شكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح على خير.